ليه هو ماس ليه ما ميديكال تعملوش دكتور. يا الو؟ اوكي تمام عايز. سمعتك خلاص اوكي. يا اللايف طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مبادرة الباحثين السودانيين، أصالة عن نفسي ونيابة عنها، نتقدم بجزيل الشكر عن كل المبادرين وكل المتطوعين الذين يهبون الحياة ويهبون الشموع للشباب. واحدة من البرامج المهمة جدا عندنا في مبادرة الباحثين، اللي هي انه الطلاب يجدوا المعلومة المفيدة والمعلومة الصحيحة، لانه ما شاء الله يعني الانترنت والسوشيال ميديا فيها معلومات كثيرة جدا وضخمة جدا، لكن نحن في مبادرة الباحثين السودانيين بنجتهد وعندنا جيش من الخبراء وجيش من العلماء وجيش من المتطوعين، انه كل المعلومات اللي احنا بنقدمها لكم تكون معلومات مفيده ومعلومات تعتمدوا عليها. المنح الدراسيه يا جماعه مهمه جدا جدا، تمام؟ يعني اي طالب بيدرس بيفكر انه يلقى منحه جامعيه يدرس اللي هي الاندر جرادويت اللي هي المرحله بتاعت البكالوريوس واول الدراسات العليا. المنح يا جماعة بتقدمها الجامعات وبتقدمها المنظمات، ما حبا في انه والله هم دايرين بس قروشهم دي ينفقوها، عندهم اهداف ورا ذلك، تمام؟ الاهداف دي ما قد يعني ما عشان نطلع نحن دائما من الحته بتاعت نظريه المؤامره والسياسه والحاجات دي، عندهم اهداف معلنه، تمام؟ انه والله انا الليله كجامعه بعمل 5 منح في السنه، عشان دي ذات دعاية للجامعة بتاعتي، دعاية للكورسات بتاعتي، تمام؟ بعد ذاك اللي بيقدم لها منه حسب الشروط بتاعتي، اللي بيستوفى الشروط بديها له، انا ما عندي خيار ولا فقوس، لانه في النهاية الزول اللي انا بختاره ده بختاره على حسب المعايير بتاعتي انا، تمام؟ عشان كده انا بتأكد انه والله يا اخي الزول اللي بختاره ده بيمشي بيكون ليه خير مثال وخير سفير. عندنا يا جماعة في مبادرة الباحثين السودانيين الشباب اجتهدوا وعملوا كتيب، الكتيب ده فيه المنح كلها، يعني أي منحة بتجي الكتيب ده بيكون فيها، والكتاب ده دائما أول كتيب ده بيحصل له دائما أبديت أو تحديث، تمام؟ برضو في جروب فرعي للمنح، تمام؟ كل المنح بتكون موجودة هناك. طيب أنت عشان تفتش منحة يا جماعة، في طبعا في غشه كبيره جدا جدا، الناس مجرد ما يلقى منحه طرف بتاع منحه كده طوالي بيمشي يقدم لها، لا المنح دائما يا جماعه فتشوا ليها في المواقع بتاعت الجامعات، تمام؟ اي جامعه عندها موقع بتخط المنح بتاعتها هناك، تمام؟ امشوا للمنظمات الاورجنايزيشن، البنك الدولي، بنك التنميه الاسلامي الافريقي، اليونايتد نيشن، الاتحاد الافريقي، جامعه الدول العربيه، دي الحتات الموثوقه وممكن تلقوا فيها المنح، تمام؟ بعد ذاك ممكن الناس اللي بيشتغلوا في الجامعات، يعني مثلا احنا عندنا اخونا باشمهندس احمد داوود شغال في جامعه في السودان، ممكن لو في منحه لو في معلومه زي دي بدينا ليها. طيب الليله ان شاء الله يا جماعه هنكون ضيوف عليكم وهنتكلم عن منحه شيفينج أو منحة الحكومة البريطانية، تمام؟ طبعا دي منحة ضخمة جدا جدا، ومنحة بتشمل كل شيء، بتشمل الرسوم الدراسية، السكن في بريطانيا، تذاكر الطيران، حتى رسوم الفيزا، تمام؟ يعني متكاملة. الناس دي بدوا المشروع ده يا جماعة من سنة 1983، من 1983 المنحة دي بدأت وخرجت آلاف أو آلاف يعني عشرات الآلاف من الطلاب. الجدير بالذكر يا جماعة في المنحة دي ما بدوها لأي زول، تمام؟ عندهم شروط وشروط قاسية جدا جدا. ليه؟ لأنه أول حاجة دايرين الناس اللي بيقبلون في المنحة دي يكونوا سفراء للتعليم البريطاني، سفراء للجامعات البريطانية. يعني تخيل أنت لقيت منحة في أوكسفورد،
منحة في ساسكس. معانا ضيفتنا هنا داليا امبيريال كوليدج، ما شاء الله تبارك الله، كويس. فدي ليه هم بيدوك المنحة دي؟ امبيريال دي يا جماعة الكورس بتاعها تقريبا ب 35000 جنيه استرليني. 35000 جنيه استرليني دي مرتب بتاع مدير هنا في بريطانيا في السنة كاملة. فشوف الناس دي اللي يدفعوا لك، ويدفعوا لك حق السكن وحق ليه؟ أول حاجة دايرين ابنه اعملوا غير انه اعملوا اللي هو الحته بتاعت انه تمثيل او اعملوا اعلان للجامعات بتاعتهم للتعليم البريطاني. بعد ذاك دايرين ابنه عندهم ثلاثه حاجات مهمه جدا جدا احنا حنجي نتكلم معنا، اللي هي الامباكت اريا، تمام، مناطق التاثير، تمام، اللي هو دايرين الناس اللي بيجوا ديل يكونوا قيادات. قيادات ما هو سيدي عندك حميتي غايد ونايل غايد، صح؟ لكن لا، نحن ما بنتكلم عن ديل، بنتكلم عن القائد الحقيقي، انك انت يكون عندك الروح بتاعت القياده، الروح بتاعت انك انت تقدم حاجه لبلدك. كتار جدا من الطلاب يا جماعه يقروا في المنحه دي بيجوا رؤساء وزارات في بلدانهم، بيجوا رؤساء، بيجوا وزراء. ليه؟ لانه المنحه دي منحه ما سهله، تمام؟ طيب نجي لحته مهمه جدا جدا، زي ما قلت لكم يا جماعه الليله بتكون معانا داليا يوسف. وداليا دي ما شاء الله تبارك الله يعني غنيه عن التعريف، بعد شويه تيجي تعرفنا عن نفسها شويه كده. داليا دي يا جماعه اخذت المنحه السنه دي، فاخذت المنحه واتقبلت في امبيريال كوليدج، تمام. امبيريال كوليدج اظن ثالث، هي من الخمسه الاوائل جامعات في العالم، تمام. فداليا دي انسانه سودانيه عاديه جدا جدا، لكن زوله مجتهده، قدمت الابلكيشن بتاعها بصوره مرتبه وصوره منظمه، عشان كده قبلوها. لا ابوها وزير ولا عنده علاقه بالحكومه البريطانيه ولا سفير ولا اي حاجه، تمام. هي بس اجتهدت وعملت الابلكيشن اول الطلب بتاعها عملته بصوره اقنعتهم. في النهايه لما عملوا معاه الانترفيو في السفاره البريطانيه بعد كم يوم رسلوا لها قال لا والله يا اخي مبروك، انت فزتي، تمام. فهي الليله داليا طبعا هتكون معانا، هتيجي تتكلم لنا الحاجات المفروض انتوا تعملوها شنو في الطلب، والحاجات المفروض ما تتعمل في الطلب، تمام. حاجات ثلاث حاجات سريع قبل ما ادي المايك لداليا. اول حاجه يا جماعه عشان تجهز نفسك اول حاجه المنحه دي لطلاب الماجستير، تمام، ما للبكالوريوس، لطلاب الماجستير وفول تايم، يعني سنة واحدة تيجي تقراها في بريطانيا، تمام. تكون انت عندك شهادة جامعية، تمام. داليا طبعا هتتكلم لها الحاجة دي بالتفصيل، لكن بس انا بديكم الصورة العامة. يكون عندك شهادة جامعية، ما عندها عمر، يعني العمر ما الناس اللي بيزعلوا انه والله يا اخي العمر، لا، الناس دي ما عندهم شرط بتاع عمر، تمام. الأهم حاجة يا جماعة الخبرة العملية، الخبرة العملية حتى التطوع مقبول عندهم، 2800 ساعة في أو خبرة بتاعت سنتين، أنت دي لازم توريهم ليها، تجيب لهم أدلة، والله أنا اشتغلت مع مبادرة الباحثين ودي جوابات منها، أنا اشتغلت والله متطوع في اللي هي آست مي بتاعت ناس داليا يوسف، تمام، اشتغلت في وزارة كده، اشتغلت كده. الحاجة دي لازم تجيب، وخليك منطقي، يعني الأسبوع يا جماعة فيه من 35 ل 60 ساعه، ما تقول لهم والله انا اشتغلت في الاسبوع 100 ساعه، انت كنت شغال شنو 100 ساعه، تمام. فلازم تكون منطقي في الطلب بتاعك، تمام. انا هادي المايك لداليا، وهي ان شاء الله هتكلم لكم بالتفصيل عن المبادره. مرحبا بك داليا، ونشكرك شكر جزيلا نيابه عن اسره مبادره الباحثين، وانت لحد الان قاعده في المكتب عشان تقدمي لنا اللايف ده، تفضلي. طيب، أول حاجة السلام عليكم. شكرا يا مستر ياسين على الفرصة الممتازة جدا دي. أنا اسمي داليا يوسف. أصلا القراية اللي قريتها ما عندها علاقة بالماجستير اللي ماشي أعمله. أنا اتخرجت من جامعة السودان قسم هندسة برمجيات، فأنا حابة إنه أنا أركز على حتة جامعة السودان دي، لأنه في تصور كده في السنين اللي فاتت دي كلها إنه ناس شبنينج هم ناس جامعة الخرطوم، وإنه شبنينج بتشيل بس ناس جامعة الخرطوم. أول حاجة، الحاجة دي غلط بصورة تماما. الفكرة ببساطة إنه كل الجامعات هي بتقدر تقدم لمنحة شبنينج، لكن مشكلتنا إنه إحنا في الجامعات التانية إنه عندنا lack of confidence، عندنا قلة بتاعة ثقة
عشان كده دايما الناس جامعات الخرطوم بيكون عندهم قدره انهم يعبروا عن نفسهم بصوره كويسه، وده السبب انه معظم الشيفنرز بيكونوا هم من جامعه الخرطوم. فدي واحده من الحاجات انا بدي اركز فيها الليله، لانه احنا ما نعمل اندر استيميتنج لنفسنا. سو انا قدمت على شيفنينج 2020 2021 لسه المفروض اسافر على يو كي. هي البروسيس بتاعت شيفنينج هي ما صعبه بقدر ما انه هي عايز زول يكون مركز شديد. فانا في السيشن بتاعت الليله دي هركز على 4 حاجات. لو بتكلم سريع معلش اعذروني انا اسفه، لكن هحاول باي طريقه انه انا اتكلم بالراحه. وفي النهايه تحت السيشن عندنا زي كيو ان اي، اي زول عنده سؤال ممكن يخطو لنا. اول حاجه انا هتكلم عن انترودكشن بسيطه شديده عن شيفنينج. مستر ياسين كفى ووفى، بس في اضافه عايز اضيفها. هتكلم عن الاسيس، الاسيس اللي هم الاربعه اسئله بيسالوك ليها. هتكلم عن الشرط بتاع اللغه وعن الجامعات. طيب اول حاجه مبدئيا يا اخواننا، في العالم ده في منح هي اصلا مصممه للليدرز، يعني اللي هي منحه فولبرايت، منحه شيفنينج، منحه داد، منحه جيتس كامبريدج، المنحه السويديه، سيفيك سوسايتي ليدرشيب. المنح دي كلهم هدفهم حاجه واحده، انهم عايزين ليهم زول يكون ليدر في الكوميونتي بتاعته. يعني ببساطه هم ما بدوك المنحه دي عشان انت مثلا انا داليا عايز امشي اقرا بزنس، همشي اقرا بزنس عشان بس اجي اشتغل لي في شركه والشركه دي تديني مرتب معين وانا افيد نفسي. ابدا، الناس دي دايرين لهم زول بعد كم سنه من نفسه يكون في ليدنج بوزيشن، ليدنج بوزيشن في الحكومه، ليدنج بوزيشن في مؤسسه. المهم يكون هو في مكان يكون فيه ديسيجن ميكر، قادر انه يقود البلد بتاعته دي نحو تغيير حقيقي. دي الفكره بتاعت شيفنينج او فكره بتاعت المنح اللي عندها علاقه بالليدرشيب. في منح ثانيه زي المنحه اليابانيه، ومنح ثانيه بتكون عايزه زول يكون بعد ذاك يشتغل معاه امبلويز، يكونوا ناس تكنيكال وكده. طيب اثناء ما انا الفتره اللي فاتت دي بحاول اراجع الابلكيشنز حقت الناس، لاحظت انه احنا عندنا مشكله يا اخوانا صراحه. اول مشكله لان انه احنا عندنا lack of confidence، بنعمل اندر استيميتنج لنفسنا. يعني انا بقول بتخيل في راسي انه انا ما حيشيلوني، لانه في واحد بريطاني مقدم، في واحد سويدي مثلا مقدم معاي، واحده برازيليه، واحد اسباني. فاحنا كسودانيين يا اخوانا للاسف عندنا قله بتاعت ثقه في النفس، شايفين نفسنا انه احنا كعبين ما بيشيلونا. اخواننا انا قدامكم بس زول عاديه جدا، ما عملت اي حاجه مثلا ممكن اقول انه هي الحاجه العظيمه الواو اللي بتخلع الناس دي، حاجات عاديه جدا. لكن ببساطه عرفت انه انا هاو تو اكسبريس او كيف انا اعبر على حياتي البسيطه اللي انا بعملها دي في الابلكيشن بصوره تخليهم انهم هم يكونوا متحمسين انهم يعرفوني اكثر. فاول مشكله بتاعتنا انه احنا بنعمل يعني انه احنا بنقلل من نفسنا شديد. مثال بسيط للموضوع ده، في ناس حاليا بيكونوا شغالين تدريس في الجامعه، سواء مساعد تدريس، متعاون. للاسف هنا في السودان لما تقول لي زول انا شغال متعاون في الجامعه، ده بيكون متخيلين انه انت زول اكاديمي، انت زول مثلا ما يعني ما 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 نافع في حاجه معينه او ما كويس في حته معينه، عشان كده انت اشتغلت في مجال التدريس. which is لو طلعت برا السودان وقلت لهم انه انا استاذ في الجامعه وشافوك بشكلك الصغير ده استاذ في الجامعه، الحاجه دي برستيجس بصوره مبهره جدا. فيا اخواننا ما تقللوا من نفسكم، الابلكيشن بتاعك ده بيعبر عن نفسك، فما في داعي انك تقلل من نفسك. عملت ورشه، كنت متطوع في حته، ابسط الحاجات اللي احنا بنشوفها كسودانيين بسيطه برا الناس بتشوفها حاجه كبيره شديد. مثال بسيط انه انا كان عملت لي ورشه بسيطه شديد في سجن النساء. الورشه دي جبت تسجيلات من سجن النساء ونسقتها بصوره كويسه ووريتهم انهم كيف يبدوا البيزنس بتاعه. كانت حاجه بسيطه جدا. الورشه دي اللي عملتها بتاعت سجن النساء دي قدرت انه انا اصيغها بصوره كويسه، والنتيجه كانت شنو؟ النتيجه كانت انه انا الورشه دي قدمت في 3 ابلكيشنات لثلاثه منح مختلفات واخذت الـ3 منح دي. فانا كنت شايفه انه دي حاجه بسيطه، لكن ابدا هم ما فهموا انها حاجه بسيطه. فما تقللوا من نفسكم، ما تقللوا من الحاجات بتاعتكم. النقطه الثانيه اللي اتكلم عنها برضو بصوره سريعه عشان الزمن ما يسرقنا، اللي هي موضوع lack of detection. يعني ببساطه انا الليالي فاتت دي التقديم فتح يوم 3، جوني كميه بتاعت ناس خلصوا الاسيس حقتهم وقالوا عايزين نعملوا سبميت. يا اخواننا هاو، اول حاجه المنحه دي بيقدموا معاك الاف الناس. انت لو متخيل انه انت حتقدم للمنحه في يومين 3 وتكلفه الابلكيشن، انا بنصحك انه ما تضيع زمنك لانه ما حتتقبل. ببساطه المنحه دي دايرك تاخذ الشهرين بتاعينك ديل بصوره وايس، بصوره كبير شديد، تقعد بالراحه برواقه، تكون ديديكيتد لشيفني. يعني مثلا انا لما قدمت السنه اللي فاتت كنت خدت لي 2 ساعتين في اليوم، مرات 3 ساعات، 3 ساعات في اليوم دي بس بقعد اقدم. ليش يعني مش بقدم؟ الشهر الاول كله خطيته في انه انا باقي بطلع البوينتس بتاعتي، عايز اتكلم عن شنو، بنظم الافكار بتاعتي، بسال الناس حواليني، المديري باشمهندس ابو بكر ده بيكون معظم الناس اللي بيقدموا للمنحه بيعرفوه. يعني انا كنت شهر كامل بس بلاقيه، ويا باشمهندس اعمل شنو، وريني اعمل شنو، النقاط اللي اتكلم عنها شنو. فاخذ وقت كفايه تماما
انه انت تخط النقاط تحتك اللي انت عايز تتكلم عنها، لانه تحديد النقاط اهم من الكتابه ذاتها. في ناس بيقول لي نكتب شنو نقول شنو، بقول لهم اول حاجه المفروض تعبيرات تحدد النقاط، لانه لو النقاط تحتك بقت واضحه للسي بتاعك وذاته تكون متماسك وتكون ماتيور شديد. النقطه الثالثه اللي هي انه احنا ما بنعرف نعمل اكسبريس. يعني مثلا جاني زول من الناس اللي كنت شغاله معاهم برضه مراجعه الابلكيشن بتاعه، هو زول ممتاز ممتاز بصوره مبالغ فيها، كان عامل كان يتطوع في منظمه وكان يعني شغال مع ايتام، وكان بيحكي لي انه اشتغل مع ايتام واشتغل مع لجان مقاومه في فتره كورونا، كان بيعمل انجازات كبيره شديد. يعني لما هو بيحكي لي عن الحاجات اللي هو بيعملها انا انبهرت، وقلت انه انا مثلا لو كنت مثلا في لجنه الاختيار بتاعت شبني، الزول بتاع لجنه المقاومه ده انا هشيله 100%. فقلت له طيب اكتب لي الكلام اللي انت قلته لي ده، اكتب لي فيه السي، اكتب لي بالسطرين. للاسف 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 اتخذلت جدا، لانه بس هو الزول ده في راسه في نولج كويسه، لكن هو ما قادر انه يصيغها بالصوره الصح. فثلاثه مشاكل. معليش بس اقاطعك شويه داليا، يعني شنو يسي؟ طيب السي ده، السي ده اللي هي عباره عن المقاله اللي احنا هنتكلم عنها، بس احنا داخلين على السي بالتفصيل واحده واحده. تمام، الصوت واضح يا مستر ياسين صح؟ الصوت واضح. تمام، انا بس بتكلم سريع. لا لا تمام جدا، بس واضح لانه في جدا. ناس بيقولوا المصطلحات بالانجليزي دارينها حاضر بالعربي عشان ممتاز، تقع عليهم. حاضر ايوه حاضر، انا هنتبه للحاجه دي وهحاول انه انا بس اقلل من الحاجه دي، انا اسف شديد. طيب فاحنا كسودانيين مشتكين زي قلنا، يعني او بتمنعنا حاجات معينه، اللي هي انه احنا عندنا قله ثقه في النفس، وتشيز اخواننا الناس اللي بتمشي شيفنينج ما احسن منكم بحاجه ولا اي حاجه، بس هم ناس قادرين انهم يعملوا ماركتينج لنفسهم بالصوره صح، وقادرين انهم يوصلوا الحاجه اللي هم بيعملوا فيها. انت ما كعب، انت كويس شديد وعندك اتشيفمنت كويسه، محتاج بس تصيغها بالصوره الصح انك تصل للناس. النقطه الثانيه اللي هو الناس بتكلفت كلفه كلفه كلفه، نكتب السي في يومين عشان نعمل سبميت. الفكره ما في السبميت، الفكره في الحاجه اللي انت عملت لها سبميت. اقعد شهر كامل شهر ونص، لكن طبعا يعني انا اي ريكومند، او انا يعني انا بوصي للناس يعني تعمل سبميت الابلكيشن بتاعها قبل اسبوع مثلا من الديدلاين، لكن ما تاخذ يعني، عشان في ناس السنه اللي فاتت فاتهم الديدلاين عديل، فلازم تاخذ زمن كفايه شيء انك تقدم فيه للمنحه. والبوينت الثالث انه انت تعبر، يعني وتشيز الموضوع، انه موضوع التعبير ده هو ذات واحده من المهارات. الناس في ناس عندهم المهاره بتاعت التعبير، لكن انت لو ما عندك المهاره بتاعت التعبير استشير الناس اللي حوالينك، اسال الناس اللي حوالينك قول لهم الحاجه دي انا اكتبها كيف، لكن اوعى اوعى ما اوعى تكلفت. واحده من الحاجات الكويسه كان في تويت السنه اللي فاتت، واحد من الناس اللي بيراجعوا للسيس حقت شبني، الحاجه دي انا وصلتني قبل فتره، كان منبهر جدا، قال انه الكواليتي حقت الكتابه تحت السودانيين اتغيرت. فالحاجه دي كانت بوزيتيف شديد، انه احنا انا حسيت انه احنا السنه اللي فاتت كنا كويسين لانه الطريقه بتاعت الكتابه بتاعتنا كانت كويسه، فعايزين الحاجه تكون نفسها في السنه دي. الناس اللي بتعمل سبميت كلفته انا اي ريكومند، او انا انصحكم انكم متكلفتوا عشان حتضيعوا زمانكم بس ما اكثر. فالموضوع ما صعب شديد. فطيب قبل ما ادخل للاساي، قبل ما ندخل لحته الاساي، بس انا داير اوريكم الشيفنينج بفتش على شو، يعني انا اي ميشنت او ذكرت الحاجه دي قبل كده. الشيفنينج ببساطه عايزين زول قائد، عايزين زول بعد كم سنه يقولوا زي ما عملوا مع دكتور حمدوك، قال الناس جامعه مانشستر لما مستر حمدوك بقى البرايم مينستر او رئيس مجلس الوزراء، ناس مانشستر نزلوا في الجريده بتاعتهم انه عينوا الستودنت بتاعنا حاليا بقى برايم مينستر. فبنفس الطريقه ناشفني عايزين بعد كم سنه انه يكشروا بيناتهم، يقولوا عينوا يا اخواننا ولدنا فلان الفلاني او بنتنا فلان الفلانيه اللي كانت معانا في شفني 2022 2023 مثلا، بقت مثلا في البوزيشن الفلاني، بقت كاونتري ريبريزنتيف ممثل للامم المتحده، بقى واحد بقى اثنين بقى ثلاثه. فهم عايزين يكشروا بيت، في نفس الوقت عايزين انه انت لما ترجع بلدك تكون الحلقه الرابطه بين بريطانيا وبين السودان. يعني انت حتكون قاعد في النص، انت مشيت بريطانيا اتشبعت بافكارهم، اتشبعت بالنولج بتاعتهم، اتشبعت بالكلتشر بالسياسات بالثقافات بتاعت بريطانيا، حترجع بلدك لما تيجي تاخذ قرار حتكون انت اوريدي مايل للحته اللي انت عارف عنها كثير، which is دي واحده من ممكن تكون من الاهداف بتاعتهم، انه عايزين انهم يخلقوا رابط بين السودان وبين بريطانيا. فالفتره بالذات بعد الفتره الانتقاليه الحياه دي ممكن تكون بقت واضحه شديد، لانه زي ما انتم شايفين حاليا البلد بعد كم سنه من نفسي حيقودوها، منو حيقودوها؟ الشباب اللي قاعدين فيها. فعايزين الشباب اللي قاعدين فيها ديل يكونوا عندهم نولج كويسه بالثقافات الثانيه عشان انه والسياسات الثانيه عشان انهم يجوا يطبقوها في البلد. طيب حندخل طوالي للإسيس حقت شيفنينج، أو عموماً شيفنينج مكونة من مرحلتين. المرحلة الأولى وأنا بالنسبة لي دي أكثر مرحلة معقدة، اللي هي الإسيس. دي رحلة بتاعت شهرين أنت لازم تخوضها بحلوها وبمرها وحتتعب فيها تعب شديد.
طيب المرحلة تحت السيدة هي متعبة لأنه حتكتب لما عينك تطلع، حتكتب كتابة كثيرة شديد. المرحلة تحت الانترفيو هي أخف قدر من الإساي، يعني الانترفيو هي بس عايز زول بيعرف يتكلم، يعني دي حنجيها بعد شوية براها. طيب الإساي حقت شيفنينج عبارة عن 4 أسئلة. السؤال الأول بيتكلم عن الليدرشيب سكيلز حقتك أو الليدرشيب اكسبيرينس بتاعتك، اللي هي بيسألوك عن القيادة، مهارات القيادة بتاعتك، وكيف تكون يعني أنت تثبت لهم إنه أنا يا إخواننا يعني شفني حتختاروني، أنا زول قائد، أنا زول عندي قدرة وليدة بلدي، أنا عندي زول قدرة عنده قدرة إنه يقود التيم بتاعه. تديهم إحساس إنه أنا حمدوك في نفسي، يعني تديهم إحساس إنه أنا حمدوك، يعني انا ليدر، انا قائد، انا حامل انجاز عظيم، انا زول ضابط شديد، انا اللي قدرت مقاومه خرافيه مثلا. فتديني احساس انه انا قائد واثق من نفسي وعارف انا قاعد بعمل في شنو. ده السؤال بتاع الليدر شيب، حاجه اتكلم عنه بعد شويه بالتفصيل. السؤال الثاني السؤال بتاع النتورك. شيفنينج ما دير عليها زول يمشي هناك بريطانيا ويكون قاعد كده خيلان، ما قادر يخش في الناس، ما قادر يعرف الناس، لانه الهدف الاساسي من شيفنينج انه كرييت ميوتوال بينفيتس، او انه انشاء اهداف مشتركه او فوائد مشتركه. يعني انت حتمشي مثلا، احنا ماشيين 11 نفر، الشباب اللي معايا في شيفنينج ال 11 نفر ده دين كل واحد فينا هو ممثل لبلده، هو قائد في بلده، يعتبر انه قائد في بلده، حيمشي يلاقي له 11 نفر مثلا من البرازيل، او حيلاقي له 11 نفر تانيين مثلا من هولندا، وات ايفر. مثلا ال 11 نفر ديل اللي حيلاقيهم ديل هو المفروض يكون قادر انه يدخل معاهم، يعمل له شبكه بتاعت علاقات قويه شديد عشان يستفيد منها. يستفيد منها ما فائده شخصيه، يستفيد منها عشان يحقق حاجه في بلده او يفيد المجتمع بتاعه بطريقه ما. النتورك دي حاجه مهمه شديد، وبرضه حوريكم تكتبوا الاساي حق النتورك ده كيف. البوينت الثالث اللي هي السؤال بتاع واي يو كي، اللي انت عايز تمشي تقرا في يو كي، دي برضه هنفصلها بصوره كويسه. والسؤال الاخير اللي هو الكارير بلان، دي بالنسبه لي التريك ذات انا مثلا لو كنت في لجنه اختيار مثلا لشبني، ممكن اختياري يكون للزول بناء على الكارير بلان بتاعته، لانه انا ما حختار لي زول هو ما عارف هو داير يعمل شنو، ما حختار لي زول هو ما عنده اهداف، ما عنده رؤيه واضحه للحاجه اللي هو داير يوصل لها. فنمسك السؤال الأول اللي هو السؤال بتاع الليدرشيب. طيب عموما السؤالين الأوائل، أنا I would like مثلا أنا بفضل إنكم بتكتبوا معايا الجزئية دي لأنه في كلام كتير حيتقال هنا. السؤالين الأوائل اللي هم النتورك والليدرشيب، أنا عندي طريقة بتاعت كتابة ظريفة وبسيطة وصغيرة. لما نسألوك سؤال النتورك والليدرشيب، او قبل ما نخش للنتورك والليدرشيب، بس في نصيحه غير اقولها، لما تيجي تجاوب على الاسئله بتاعت شيفنينج دي السيس دي، ما تفكر فيها على انه ده السؤال الاول، ده السؤال الثاني اجاوبه وراه، وده السؤال الثالث اجاوبه وراه، وده السؤال الرابع اجاوبه وراه، ابدا. بعدين انت لما الناس دي اللي يجوا يقروا الابلكيشن بتاعك، ما حيشوفوا مثلا محمد سؤاله الاول كان كده، محمد سؤاله الثاني كان كده، محمد سؤاله الثالث كان كده، هم حيشوفوها هسه كده، حيشوفوها اساس على انه ابلكيشن كامل مع بعض، ما مقسمات. يعني حيشوفوا الليدر شيب مع النتورك مع اليو اي يو كي مع الكارير بلان، حيكونوا شايفينها كلها تحت بعض. فانت لازم انك اول خطوه انك تعملها تاخد البوينتس الاساسيه. يعني مثلا انا عايز اقدم لشيفنينج، حقوم اقول مثلا انا حتكلم لهم عن النقطه بتاعت انا عملت ورشه في كده، حتكلم لهم عن النقطه بتاعت انه انا تخرجت جبت درجه كده، حتكلم لهم عن النقطه بتاعت انه انا مثلا اشتغلت في كده. تاخد الاتشيفمنتس او الانجازات بتاعت كلها، تعمل لها ليستنج ال 12 ولا ال 13 ديل، تعمل لهم ليستنج كلهم مع بعض، اي حاجه انت شايف انه انت كويس فيها رصهم كلهم، دي اول خطوه. الخطوه الثانيه بعد ما اخذت الاتشيفمنت او الحاجات اللي انت فخور بيها وحاسس انك انت حتقدر تقنع لجنه تشيفنينج بيها، بعد ما رصيتهم كلهم، النقطه الاولى الثانيه الثالثه الرابعه كلهم، تجي للخطوه الثانيه. الخطوه الثانيه تمسك الابلكيشن ده على انه حاجه واحده، ما على اسئله مفصله، تاخدهم قدامك تقول مثلا السؤال بتاع الليدرشيب، مثلا السؤال بتاع الليدرشيب انا عندي البوينت النقطه رقم 3 والنقطه رقم 4 والنقطه رقم 8 دي المربوطات شيد بالليدرشيب، هاخدهم في الليدرشيب. النقطة رقم 7 6 3 كويسات مع النتورك، هاخدهم في النتورك، وهكذا. بتقسم الاتشيفمنت بتاعتك او الانجازات بتاعتك دي كشكل قصص، بتنزلهم في الاساي كلهم، وتعاين له نظرة أخيرة، تقعد تعاين له وتقول إنه الاساي بتاعي ده متماسك، مترابط، ما في حاجات مكررة، ما في حاجة مثلا ضعيفة، في حاجات بتودي لي حاجات قديمة، في لينكينج بيناتهم، يعني أهم حاجة اللينكينج بيناتهم، يعني الزول ده أنا دايراه وهو بيقرا في الأبلكيشن بتاعك ده يكون مبسوط، وأي سؤال بوديه للسؤال اللي بعديه، يكون عندك لينك كده صغير، في تكة كده صغيرة، تودي
يديك السؤال بعديه والبعديه والبعديه، وما تخليه يكون بيفكر انه الزول ده قصده شنو ونطل السؤال ده كيف ولا يعمل حاجه دي، لا يكونوا كلهم متماسكات مع بعض ورا بعض بصوره منظمه. طيب نمسك السؤالين الاوائل اللي هم واي ليدرشيب، او مش واي ليدرشيب معلش، سؤالين ليدرشيب والسؤال بتاع النتورك. طيب استراكشر بسيط واضح للسؤالين دول، في تكنيك اسمها ستار تكنيك، انا بالنسبه لي التكنيك اللي كنت مستعملاها اسمها SAR اللي هي سيتويشن اكشن ريزلت. قبل ما اخش للتكنيك اللي السي بتاعت سؤال النتورك وسؤال الليدرشيب، انا بفضل كل زول عنده طريقته الخاصه، لكن انا بفضل انه يكون بالطريقه الجايه. اول حاجه تبدا بها السؤال ده انترودكشن، هتسالني انترودكشن دي قصدك باشنو؟ انترودكشن دي في سؤال الليدرشيب انترودكشن بسيطه جمله واحده بس، تقول لهم مثلا انه من وجهه نظري القياده هي عباره عن كذا، يعني بس تدي منه انت مفهومك للليدرشيب شنو، يعني شو الليدرشيب بالنسبه لك، القياده هي بالنسبه لك شنو. قبل ما تخش لهم يعني ما تخش لهم طوالي بقصص وانا عملته وانا سويت وانا حفعل، ابدا خش لهم بتعريفك انت للليدرشيب. الحاجه دي اسمها الهوك او الخطاف، اللي هي انت بتخطف الانتباه بتاع زول حجر الاساي بتاعك. فمثلا انا قلت لهم بالنسبه لي انا في الاساي حقي قلت لهم انه بالنسبه لي انا الليدرشيب انه هي القدره بتاعت انك انت تك اللي تك اكشن او تك انيشيتيف، يعني انت تكون مبادر في انك تعمل امباكت معين في بلدك او انك انت تاثر في المجتمع حولك. فدي كانت تعريفيه الليدرشيب جمله بسيطه، كانت قريب ل 10 كلمات 11 كلمه وقلنا من 11 كلمه لانه بيطلبوا منا 500 كلمه، فانا بفضل انه الناس تتم ال 500 كلمه للاخر. في ناس بتكتب 100 كلمه 50 كلمه واتيفر اللي هي المينيمم، لكن انا بفضل انه الناس يعني تعبر بكل اللي بتقدر عليه، يعني تستعمل 500 كلمه دي كلها. انا مع الحين صراحه، فاول حاجه تبدا بها السؤال بتاع الليدرشيب او السؤال بتاع النتورك انترودكشن، الليدرشيب بالنسبه لي عباره عن شنو، القياده بالنسبه لي هي عباره عن انه انا اقود المجتمع، اثر في البيئه الحواليني، انه انا اخاطر، اخذ الريسك، انه اعمل يعني اعمل لي حاجه خطره، انه مثلا ما اخاف من اني اكون في الكومفورت زون. بس التعريف بتاعك الليدرشيب حاول انه انت تعكسه بصوره في جمله واحده بس. نجي للجزئية الثانية في السؤال بتاع الليدرشيب ده، الناس دي ببساطة أنا حيجيني قريب لآلاف الآلاف الآلاف من الابليكيشنز، لو الابليكيشن بتاعك كله كلام سيوري وممل وما يعني ما فيه حاجة تجذبني، أنا حأقراه وأقول ما حلو ما حلو وحخليه وما حشتغل بكثير. عايزين اللي السي بتاعنا يكون سترونج، يعني حاجه زول ده يكون بيقراها يكون يعني خلص يكون متحمس انه يعرف بعديه في شنو، يكون متحمس انه الادي حتقول بعد ذاك شنو، الادي بيقول كلام ممتاز انا عايز اعرف الحاجه اللي حتقولها الثانيه شنو. فانا بالحس الحته دي بفضل تماما انكم تستعملوا الاسلوب بتاع القصص. يعني مثلا انا هحكي لكم مثال، انا في الابلكيشن بتاعي بتاع في السؤال بتاع الليدرشيب ذكرت لهم ثلاثه قصص اكيد يكونوا متنوعات، يعني مثلا درس بتلام انه انا ليدر من ناحيه بتاعت انه انا يعني ريسك تيكر، يعني باخذ يعني بخوض المخاطر عادي، وكنت في نفس الوقت عايز اثبت لهم انه انا عندي سترونج كوميونيكيشن سكيلز قويه شديد، وكنت عايز اثبت لهم انه انا يعني مهتمه بقضايا المراه وكده، انه انا يعني انه انا عندي امباكت في حاجات المراه. فانا خدت ثلاثه حاجات، الليدرشيب ذات القياده دي في انواع، في يعني في سكيلز كثيره او مهارات كثيره تحت القياده، منها الكوميونيكيشن، منها النتورك، منها الايموشنال انتليجنس او الذكاء العاطفي، منها حاجات كثيره شديد. فأنا حددت من الاول انه الناس دي لما نجي اتكلم لهم عن الليدرشيب انا هتكلم عن البوينت كده وكده وكده. فجيت احكي لكم بس مثال واحد بس منه، ممكن بالطريقه اللي انا كتبت بيها دي، ممكن لو في زول انترستد او راغب في الحاجه ممكن يكتب بالطريقه دي نفسها. حكيت لهم قلت لهم كالتالي، واحده من القصص حكيت لهم ثلاثه قصص، وانا بفضل انه الناس تحكي ثلاثه قصص. اول قصه حكيتها لهم قلت لهم يا اخواننا، انا كنت السنه اللي فاتت شغاله لي في شركة محترمة جدا وظريفة، والشركة دي كانت يعني كنت فاينانشلي كنت ستيبل وكانت عندي قروش كويسة وقاعدة مرتاحة في الشركة وشغل روتيني عادي وعندي فري تايم كويس ومرتاحة، يعني قاعدة مرتاحة يا هو حال الموظف السوداني قاعد مرتاح جدا في الشركة بتاعته دي. فقلت لهم انه انا يعني قبل الثورة كنت يعني حاسة بانه في فقر في بلدي، فكنت الحاجة اللي بعملها انه انا دعم لي اسرتين ماديا، اخر الشهر بطلع من المرتب بتاعي مثلا كذا الف جنيه بشيلها بقوم بديها للاسرتين الفقيرات ديل، يعني بساعدهم بالحاجة دي. دي السيتويشن، انه انا قلت لكم التكنيك حنعملها سيتويشن اكشن ريزلت، حالة فعل ونتيجة. فقلت لهم انا بس المهم قاعدة بساعد الناس. السيتويشن الحاجه اللي حصلت لي انه بعد الثوره لقيت انه البوفرتي ريت او النسبه تحت الفقر زادت في بلدي، ولقيت انه كوني انه انا اشتغل عشان اخدم لي اسرتين الكلام ده ما ميك سنس، او الكلام ده ما منطقي، كيف انه انا اقعد اشتغل في مكان واطلع قروش عشان اخدم بها اسرتين؟ فلقيت انه الحاجه دي ما منطقيه.
فالاكشن اللي انا اخذته شنو؟ الاكشن اللي انا اخذته قلت لهم انه انا استغلت من الوظيفه بتاعتي، I quit my job، خليت الوظيفه بتاعتي وطوالي مشيت اشتغل في الحكومه. فشفت حصلت لي حاجه معينه، الاكشن اللي انا اخذته انه مشيت اشتغل في الحكومه. وفي الاول شغلي اول ما بديت اشتغل في الحكومه المرتب بتاعي كان حاجه ما بتغطي اصلا قروش المواصلات، فلكن كان الهدف بتاعي انه انا اشتغل في الحكومه عشان انا اقدر افيد البلد، عشان انه انا بدل من الامباكت بتاعي يكون غير مباشر في حياه الناس، انه انا اشتغل عشان ادي اسرتين قروش وخلاص انتهى الموضوع. كنت شايف الحياه دي بقى منطقيه، فانا طوال خليت شغلي وبقيت شغال في الحكومه عشان يكون عندي تاثير مباشر على حياه الناس. فالريزلت اللي حصلت، انه اسنابش انا شغلي في اثناء ما انا شغاله في الحكومه، اشتغلت في واحده من اكبر البروجكتس اللي هي يعني من اهم مشاريع الفتره الانتقاليه، اللي هو برنامج اسمه سلعتي. عديل كده قلت لهم انه انا حاليا بعد ما خليت وظيفتي وعشت في وضع مادي مثلا في الاول كان شويه متواضع، لكن كنت مبسوطه جدا، اشتغلت في سلعتي. فهنا عديل استعملت لهم ارقام، قلت لهم البروجكت ده لما اشتغلت فيه واول ما بدينا نشتغل فيه وانا واحنا والتيم، كنت ضمن تيم ممتاز جدا وكده، في الشهر الاول خدمنا كذا الف زول وسجلنا كذا الف تعاونيه وعملنا وعملنا وعملنا. استعملت ارقام، الارقام دي هي زي ما بنقول احنا كشباب الكنته في الارقام، يعني حاول انه انت تدخل ارقام باي طريقه، ستاتستيك احصائيات، لانه الناس دي دايرين يشوفوا انه انت قدر شنو. الحاجه بتاعتك دي ريال، ما بتقول كلام ما فيه ما في ايفيدنس او ما في له ادله. فسيتويشن موقف معين حصل لك، اكشن فعل انت معين اخذته، والريزلت طلعت من الحاجه دي، واستعملوا ارقام ستاتستكس واضحه، وحاولوا قسموا القصه دي ذاتها لثلاثه قصص. يعني عايز تقول حاجه مستر ياسين؟ هاي بس معليش للمقاطعه يا جماعه، نرحب بيكم الناس كلنا المتابعين معانا في الفيسبوك وفي الزوم. الأسئلة بتاعتكم يا جماعة اصبروا عليها، نحن في أسئلة جاوبناها الناس الجوا السعودي، يمكن يرجعوا لبداية اللايف، اللايف إن شاء الله حيكون محفوظ في الفيسبوك وحيكون محفوظ في اليوتيوب، تمام؟ المنحة يا جماعة للماجستير، تمام؟ والآن داليا بتتكلم عن اللي هي الإيسيه، الإيسيه دي شنو؟ أنت المفروض مطلوب منك تكتب أربعة قطع انشا عديل كده كويس، زي ما نحن بنسميها في اللغة العربية زمان الإنشا. الإنشا بتاعتك دي لازم تكون مترابطة، تمام؟ يعني انا داري اتكلم، يعني داليا بتتكلم عن تجربتها في سلعتي، خلت الشغل بتاع الاول ليه ومشيت اشتغلت في سلعتي ليه. لما تكتب الكلام ده يا جماعه، نحن كلنا عندنا قصص جميله جدا، بالذات نحن السودانيين اللي اشتغل في شارع الحوادث، واللي اشتغل في لجان المقاومه، واللي اشتغل لناس بيتهم، تمام؟ ده كله شغل مطلوب وشغل جميل جدا جدا، لكن لازم تخطوه بصوره جميله. يعني لما تيجي تكتب في الطلب بتاعك ده تكتبه بصوره جميله وصوره متماسكه. انا شخصيا كاستاذ لما يجيني طالب وكاتب لي الايسيه بتاعه ويكون مترابط بيخليني انه انا اقراه للنهايه، لكن لما يكون هنا كاتب لي كلام وهنا كاتب لي كلام، يعني ما قادر الافكار دي كلها يربطها مع بعض، بسهج في النهايه، بس بدي الباص وبتخارج منه يعني، تمام؟ فهذه نقطه مهمه جدا جدا، لانه الناس يا جماعه اللي بيجوا بيقروا الطلبات بتاعتكم بيتخيل انه آلاف الطلبات بتكون مقدمينها للمنحة دي، تمام؟ في لجان بيجوا بيقعدوا عديل في كل سفارة، مثلا سفارة في الخرطوم في لجان لجنة بتيجي تقعد وبتقرأ الطلبات بتاعة السودانيين كلهم، تمام؟ طيب الناس دي لو ما كان الموضوع بتاعك يعني شيق ومترابط ما هيدعم معك، تمام؟ فانت لازم تسوق نفسك زي ما قالت داليا، يعني ماركتينج يور سيلف، انت لازم تسوق نفسك. يعني تسوق نفسك بمعنى شنو؟ بمعنى وري الحاجات الايجابيه اللي عندك، وري الجمال اللي عندك. يعني احنا بالذات ما شاء الله الشباب السودانيين كلهم بدليل انه كلهم لما يطلعوا برا ما في زول قاعد يفشل، كلهم بيقروا جامعات وبينجحوا وبحققوا اعلى الدرجات. ليه؟ لانه بيقدر هنا يخش في المجتمع سريع، بيقدر يتفاعل معه. الحاجه المطلوبه منكم شنو يا جماعه؟ لما تبدوا الابلكيشن ده حنوريكم بعد شويه، حنوريكم الموقع وحنوريكم انك انت تمشي تعمل فيه وتبدا التقديم بتاعك كيف، تمام؟ لكن الان داليا بتتكلم لكم عن المرحله بتاعت اللي هي الاربع قطع المطلوبه منك عشان انك انت تسوق نفسك. تفضلي داليا. شكرا مستر ياسين، كلامك طبعا يعني كافي ووافي جدا، فشكرا شكرا مستر ياسين.
So قبل ما تاخذ مستر ياسين، مستر ياسين وضح لكم شيء، انه احنا المفروض تعملوا ماركتينج لنفسكم في الحته دي. انا صراحه بحب انه انا اشيد بجامعه الخرطوم جدا، يعني دي واحده من البوينتس اللي انا بحس ان جامعه الخرطوم يعني ممتازه فيها ومتقدمه فيها على كل الجامعات، اللي هي بتاعت انه طلاب جامعه الخرطوم عندهم ثقه بالنفس كويسه شديد، وبيقدروا انهم يعملوا ماركتينج لنفسهم بصوره كويسه شديد. فانا بتمنى انه احنا الجامعات الثانيه، سواء جامعه السودان، الرباط، النيلين، كل الجامعات السودان تكون قادرين انهم يعلموا الطلاب بتاع انهم كيف يعملوا ماركتينج لنفسهم. فانا اعتقد يا مستر ياسين دي واحده من المهام الرئيسيه المفروض انتم كباحثين سودانيين تنطلقوا في اتجاهها، انه تحاولوا تعلموا الناس يعملوا ماركتينج لنفسهم كيف. ده بالنسبه للسؤال بتاع الليدرشيب. سؤال الليدرشيب يا اخواننا ببساطه، عايزين زول يقول لهم انا قائد، انا بعرف اعمل، عندي كوميونيكيشن سكيلز كويسه، انا ريسك تيكر. يعني مثلا قصه بسيطه تانية صغيره هقولها سريع. واحده من حياه القصص اللي انا حكيت عليهم، قلت لهم انه السيتويشن اللي حصل معاي في سؤال الليدرشيب بذاته، السيتويشن اللي حصل معاي انه في فتره كورونا كنت قاعده مع نفسي بفكر، لقيت انه في كميه كبيره شديد من البنات نفسهم انه يبدوا بزنسز بتاعتهم، انهم يدخلوا بتاع رياده الاعمال اللي هو الانتربرينور شيب، وانهم يكونوا قادرين انهم يكفوا نفسهم ماديا ويستقلوا ويكون عندهم تاثير في المجتمع. لكن ده السيتويشن بتاعي، لكن المشكله بتاعت البنات ديل انهم عندهم lack of confidence، الكوميونتي من ناحيه بتاعت experience، من ناحيه بتاعت knowledge ما مفيده، وفي نفس الوقت هم ما عارفين انه يبدوا من وين. فالاكشن قلت لهم في القصه ذاتها، قلت لهم الاكشن اللي انا عملته انه انا اشتركت في برنامج اسمه امباور هارد تبع اورنج كورنرز فور 9 ستارت ابس. اشتركت مع امباور هارد انه انا اكون بزنس منتور. فقلت لهم انه انا قعدت اشتغلت مع البنات ديل وعملنا وفعلنا وسوينا، ده الاكشن بتاعي. الريزلت اللي طلعت بيها انه بعد ما البرنامج ده خلص، انا دربت مثلا 300 بيت، ال 300 بيت دول وصلت، يعني وصلت كوميونيكيشن معاهم في 6 بنات منهم بدوا بزنسز بتاعاتهم، وكلهم مثلا يعني كلهم استفادوا من الورك شوب دي. فدي الفكره هنا، انه تقول لهم اكشن ريزلت، اكشن سيتويشن، سيتويشن اكشن ريزلت. معلش، فدي التكنيك اللي تستعملوها. السؤال هيبتدي بانترودكشن بسيطه، فهمك انت يعني شنو ليدرشيب، ما تشيلوها كوبي، ما تفتشوا في جوجل معنى ليدرشيب، لانه حيدي كليشيه كل الناس حتعمل الحاجه دي. حاول انك تبقى كرييتيف مع نفسك، احسن حاجه تكون انت عاملها براك يونيك، عملت الحاجه دي براك، احسن من ما تشيلها كوبي وبعد ذاك كل الناس يكونوا شايلينها كوبي ومن الاول يكنسلوا لك الابلكيشن بتاعك، لانه حيكونوا عارفين انه ده كليشيه او كل الناس عامله الحاجه دي. ابدا بانترودكشن، احكي لك 3 قصص، القصص ذاتها بجواها تكون situation action result. انا معلش اسفه بكرر الكلام، بس عشان عايزه ارسخ الحاجه دي عندكم. نمشي للسؤال الثاني اللي هو السؤال بتاع النتورك. ده بالنسبه لي يعني انا زي ما قلت قبل شويه، انه بالنسبه لي ده واحد من اهم الاسئله، لانه انت المفروض تمشي هناك تاخذ نوليدج، تكون شبكه بتاعت علاقات، ترجع بلدك تطبق اللي عرفته من ناحيه نوليدج، وفي نفس الوقت تربط بلدك بالعالم الخارجي. لانه احنا بالذات حاليا في فتره تحت الثوره، احنا كشباب مهمتنا الاساسيه حاليا واضحه، انه احنا ننفتح على العالم الخارجي بصوره ما، وفي نفس الوقت نفيد بلدنا. زي ما سنين طويله مثلا العالم الخارجي مستفيد من بلدنا من جهه واحده بس، احنا حاليا دورنا انه احنا نكون الجهه المستفيده برضو، يعني نفيد ونستفيد، ما بس انه يشيلوا من بلدنا، لا احنا برضو نقدر نخلق رابط بين البلدين الاثنين يكون في فائده مشتركه. فالسؤال بتاع النتورك ده بنفس الطريقه حتبداه بانترودكشن. يعني مثلا انا قلت لهم انه النتورك من وجهه نظري انه انا عشان يعني مثلا انا زول انترستد في الشغل بتاع الحكومه عموما، فكان بالنسبه لي ببساطه كنت واضحه وصريحه معهم انه النتورك بالنسبه لي انه انا اخلق ميوتوال بنفيت او 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 فوائد مشتركه، فائده مشتركه بين بلدي وبين بريطانيا، وانه انا او عموما قلت عليهم بصوره جنرال انه انا اخلق فايده بين بلدي وبين العالم الخارجي. فده كان تعريفين للنتورك ببساطه، انه انا عايز اربط الناس مع بعض او البلدين مع بعض عشان نستفيد احنا من مع بعض. فابدا بانترودكشن بسيطه، فهمك للنتورك، في زول فهموا للنتورك انه احنا بنعمل بزنسز مع بعض عشان نحقق ربح مالي معين. المهم يعني بالطريقه اللي انت فاهمها، يعني خليك كلير مع نفسك، بس انا فاهم للنتورك حاجه معينه، عارف لهم تعريف النتورك. نجي للأسئلة ذاتها تحت الإساي ذات، مش الكونتنت بتاعت الإساي، بنفس الطريقة بتاعت الليدرشيب الفوق، بنفس الطريقة تحكي 3 قصص. أنا بفضل إنه الناس تحكي 3 قصص وتستفيد من 500 كلمة كلها، تحكي 3 قصص بتاعت نتورك، سيتويشن أكشن ريزلت.
حالة معينة فعل ونتيجة جاتك. فمثلا في السؤال بتاع النتورك بصراحة أنا في الحتة دي حسيت إنه نوعا ما I played أو لعبتها بصورة كانت نوعا ما ذكية. كان عندي قصص كثيرة بتاعت نتورك، فحكيت لهم قصتين، واحدة بتاعت كونفرنس كنت فيه برا، وواحدة مثلا عندها علاقة بالحكومة ذاتها، إنه أنا استفدت من نتورك كان طلعتها من أورنج كورنرز مثلا، شلت النتورك دي استفدت منها إنه عملت لي حاجة عندها علاقة بالحكومة، ربطت مشروع مثلا أو ربطت شغل في الحكومة كنت عايز أعمله بالسفارة الهولندية مثلا، ده كان مثال. فواحدة من القصص حكيت عليهم قلت لهم إنه 2018 يس 2019، قلت لهم انه في 2019 كنت قاعده انا ومعي جروب بتاع شباب ناس ريا مامون. ريا مامون دي حاليا برضو من ناشفني اللي هي حاليا هي المفروض ترجع خلاص يخلصوا الماستر بتاعهم. كنا قاعدين انا وريا مامون وعلاء وريان اصحابنا، كنا قاعدين نفكر مع بعض انه ليه السودانيين الابلكيشنز حقتهم بتاعت شيفنينج وفولبرايت وسي سي ال اي والحاجات دي ضعيفه شديد. كنا بنفكر وقعدنا نقول انه احنا السبب شنو انه احنا ليه دايما ما بنشيله من الناس، او اللي بيشيلوه يعني بيكون الابلكيشن ذاته بتاع الناس اللي تشال بيكون ما السترونج او القوي بالصوره المبالغ فيها دي. فانا هنا حاليا ركز معايا، انا بتكلم عن النتورك. فقلت لهم احنا كنا قاعدين مع بعض وفكرنا في الحاجه دي، فالريزلت كان النتيجه السيتويشن الحاصل انه السودانيين الابلكيشن بتاعتهم كعبه. الاكشن اللي انا عملته او اللي احنا عملناه ربطته بالجزء بتاع النتورك، انا حاليا بتكلم عن النتورك. قلت لهم احنا لاحظنا انه احنا انا عندي مثلا بعرف مثلا طارق تاج الاصفيه جيب له في منحه شيفنينج، بعرف حسن الصافي كان برضه شيفنينج، بعرف مثلا وليد عابدين كان شيفنينج، وفي نفس الوقت بعرف باشمهندس ابو بكر مصطفى كان في سي سي ال اي، وبعرف مثلا زول من المنحه السويديه عيساوي، وبنعرف فلان من المنحه كده. قلت لهم انه انا بعرف مثلا انا والشباب معي بنعرف كمية كبيرة بتاعت ناس اوريدي اخذوا المنح، فدي نتورك يعني انا بعرف ليا ناس كتار اخذوا المنح دي، فالنتورك بتاعتي انا بعرفها دي استفدت منها في شنو؟ استفدت منها انه جبتهم كلهم مع بعض لميناهم في ورشة، الورشة دي فيها كان 500 او 600 زول، دي الاكشن اللي حصل. النتورك اللي انا بعرفها شلتهم حطيتهم في الورشة، عملوا سيشن ممتاز جدا، ورت السودانيين انهم كيف انهم يكتبوا ابلكيشن، وردهم شروط المنح زي الحاجة اللي احنا بنعمل فيها السيت. يعني انا حاليا عملت نتورك مع مستر ياسين وانا قاعده بتكلم معاكم بس، ففي ميوتوال بينفيتس بيننا انا ومستر ياسين، انه احنا مثلا عايزين نفيدكم مثلا او عايزين نصل لحاجه معينه اللي هي انتوا تعملوا ابلكيشن ممتاز. فالمهم قلت لهم الاكشن انا عملته انه لميتهم مع بعض، استفدت من النتورك بتاعتي وخدمت الشباب السودانيين في انهم يعملوا استيج كويسه. الريزلت كانت شنو؟ يلا كانت تتك في الريزلت. هنا في الريزلت مشيت فتشت لي ناس من الناس اللي قبلوهم كان في السنه اللي قبليها، قلت لهم انه الريزلت انه في عدد يعني في المنح السي سي ال اي والناس دي، فتشت الناس اللي حضروا الورشه بتاعتنا وفي نفس الوقت شالوهم في نفس السنه، فقلت لهم الريزلت انه في 3 ناس من الناس اللي حضروا الورك شوب حقتنا دي اتقبلوا في منح كده وكده وكده. فانا بصراحه يعني انا لو كنت مثلا في لجنه بتاعه التحكيم كانت هتعجبني القصه دي لسبب واحد، هحس انه الزول الجايني ده ممكن لما يرجع بلده، ما انه هو قبل ما انا اقبله افادني بحاجه، الزول ده لما يرجع بلده حيفيدني كده كده. فحاولوا تختاروا قصص تكون يعني انا ما عارفه، انا ما لابسه طاقيه تحت الحكومه، لكن بفضل انه الناس لو قدرت انه تربط الحاجه دي بفائده للشباب او فائده للبلد في الحكومه ذاتها. فانت لو شغال في القطاع الحكومي او القطاع الخاص حاول انه انت تربط حاجاتك النتورك بتاعتك دي. يعني مثلا انا في 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 في, في السؤال ذات واحد من الاسئله او في الانترفيو عديل كده قلت لهم بصراحه، قلت لهم يا اخواننا انا ما ماشي عشان اقرا بس، انا في سيكتور معين في 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 البزنس انا عايز امشي اعرفه، عشان ببساطه عايز اعرف فلان وفلان 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 ديل، انا لو عرفته وجيت هنا اشتغلت في مجلس الوزراء مثلا، قاعده في مجلس الوزراء ربطت مجلس الوزراء بفلان وفلان وفلان، دي بزنس اوبورتيونيتي ممتازه جدا للبلد. فدي كانت الفكره هنا، انه انت ببساطه تكون قادر انه انت تعمل لك نتورك ضابطه قويه شديد تجي تفيد بالبلد. فحاولوا ركزوا على الحته دي. انا عشان اتكلم كثير معلش انا اسفه، شكله اللايف جره شديد انا اسفه شديد، لكن بس اتمنى انه كل حد الان انتم مستفيدين. طيب نمشي للجزئيه الثانيه اللي هي مبدئيا قلنا موضوع الليدرشيب والنتورك دي ثابته، انه انترودكشن 3 قصص
تكون سترونج وتكون ماتيور شديد، تمام؟ وحاولوا انكم تشكلوا في القصص، يعني ما تكون كلها في الجامعه، ما تكون كلها في الشغل، ما تكون كلها في لجان المقاومه. انا برضو لجان المقاومه دي بس بنصحكم جدا انكم تقدموا، لانه انتم حاليا عندكم امباكت عظيم او دور عظيم بتعملوه. في زول انا بعرف السنه اللي فاتت او السنه اللي قبل اللي فاتت، يعني قبل الثوره، الزول ده كان الحاجه اللي بيعملها ده قدم في السويديه وشالوه في المنحه بتاعت السويد. قال لي انه انا عملت حمله بتاعت نظافه في الحي بتاعنا وشنو ما بعرف، وحمله النظافه دي نجحت وشارينا بدنا نضيف، شالوه. فما تستبسط الحياة اللي انت بتعملها. طيب نيجي للسؤال اللي هو بتاع why UK. دي هي يعني حاجة من الحياة ممكن تكون بالنسبة لي في الأيام فاتت، كنت براجع في أبليكيشن بتاع زول، فكانت نوعا ما هي فاني لكن او مضحكه شويه، لكن انا ما بحبذ انه الناس تكون ما جاده في الابلكيشن. فواحد في السؤال بتاع يو كي كان كاتب كلام كويس، بعد ذاك قام كتب انه انا في ناس بتشوف انه حياتي كويسه، لكن بالنسبه لي ما كنت قابلاها. كاتب انه انا عايز امشي يو كي عشان اكل البرجر بتاع ماك، لانه البرجر بتاع ماك المايونيز بتاعه كتير، يعني خدت له 20 كلمه بوصف فيها البرجر بتاع ماك. البرجر بتاع ماك ده انت ممكن تاكله في هولندا، ممكن تاكله في السعوديه، ممكن تاكله في اي مكان في العالم. فالناس هتقول لكم يا اخواننا خلوا خلوا خلوا، يعني ما الا تكون حاجات كلها علميه، حاول تدخل حاجه فيها علاقه ب ب ب يعني فن، ما فن لكن حاجه تستمتع بها انت، ما كل حاجه علميه. فما تمشي تقول لهم عايز امشي اكل يعني بيتزا مثلا في 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 مكان معين، او امشي اكل ماك برجر. ممكن بصوره ثانيه تقول لهم انه انا انترستد بالثقافه بتاعت بريطانيا، وانترستد ب ب ب بالمتاحف اللي في بريطانيا، بالبلسيس الطبيعه بتاعت بريطانيا، فانا عايز امشي بريطانيا. يعني مثلا بعد ما تقول لهم الاهداف العلميه بتاعتك كلها، عايز امشي بريطانيا عشان انا اعرف البريطانيين دول بيفكروا كيف، عايز امشي بريطانيا عشان انا اعرف انه الارياز المتاحف. يعني انا بتذكر معك في الابلكيشن او في الانترفيو كنت قلت لهم انه انا واحده من الحاجات اللي عايز امشي عشانها بريطانيا انه عايز اعرف البزنس البريطانيين دول مخهم من ناحيه بزنس عامل كيف، بيفكروا في البزنس كيف، عشان ببساطه انا ماشيه وجايه عايز اعمل بزنس اوبورتونيتيز او فرص بتاعت استثمار، انفستمنت سبور استثمار في البلد بتاعتي. فما تخليكم فريندلي شديد ونسى وتاخذوا الكلام انه اسفان، حاولوا تخلوه بصوره جاده، يعني ما اللي يكون هزلي شديد. يعني قول لهم الاسباب بتاعتك العلميه، انا عايز امشي يو كي عشان اهداف معينه، راح اوريكم تكتبوها كيف الاهداف المعينه دي. او قول لهم انه مثلا بعد ذاك حاجات عندها علاقه بالطبيعه بتاعتهم او الكلتشر بتاعهم كده. طيب في السؤال بتاع يو كي هو بيسألوكم انه ليه يو كي بالذات. طيب انا اول حاجه بحبز او بنصح الناس انها تعملي في السؤال بتاع واي يو كي انه انت تستعمل statistics. يعني مثلا انا في الابلكيشن بتاعي، انا بس بضرب لكم مثال بالابلكيشن بتاعي لانه دي اكثر حاجه انا مستحضراها. في الابلكيشن بتاعي انا قلت لهم انا عايزه يو كي لانه كذا في الميه من كذا في الميه. مثلا انا كنت في الوقت ذاك يعني مقدمه لحاجه عندها علاقه برياده الاعمال والشغل بتاع التعاونيات والشغل بتاع البزنس بصوره عامه. فقلت لهم اول حاجه، لانه انا شغاله حاليا في الحكومه في حاجه اسمها الكوبريتيفز او التعاونيات، فانا شايفه انه التعاونيات ده موديل ناجح، ويو كي هي البلد رقم واحد في التعاونيات، فيها كذا تعاونيه. التعاونيات دي مثلا بتدخل ليو كي كذا جنيه استرليني، مليار جنيه استرليني في السنه، ويو كي كده يعني كده بستعمل ارقام للحاجه دي. فمثلا الناس بدها تقدم مثلا ل مثلا كيمياء، حاجه عندها علاقه بالهندسه الكيميائيه او المجال بتاع علوم كيمياء مثلا، تحاول تستعمل ارقام انه مثلا يو كي هي البلد رقم واحد في كذا عشان كذا، كميه الادويه بتطلع من يو كي قدر كذا، الريسيرشز اللي في يو كي في موضوع الادويه. يعني حاول انه انت تستعمل ارقام، الحته دي لازم ثم لازم ثم لازم تستخدم فيها كميه كبيره من الارقام، لان هنا عايزين يعرفوا انت هل مشيت بحثت عننا ولا بس كتبت كلام وسعي. فانا في الحته دي بحبز انه الناس اتليست تقعد يوم او يومين، تقعد تبحث 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 في المجال اللي هي عايز تمشي تقرا عنه، تحاول تطلع اكبر كميه من المعلومات، تستعمل المعلومات دي عشان هم يعرفوا انه يا سلام الزول ده جانا وهو فاهم هو بيعمل في شنو، وجانا وهو عارفنا كويس وهو عارف بالضبط هو عايز من شنو. ففي السؤال بتاع واي يو كي تستعملوا احصائيات، ارقام الدخل اللي بيجيهم من المجال المعين وات ايفر، يعني بس تستعملوا ارقام. في الجزئيه دي في السؤال ده ذاته في واي يو كي بتجي الجزئيه بتاعت الجامعات. طيب حاليا انت السؤال بتاع واي يو كي مقسوم لجزئين، الجزء الاول ليه يو كي في حد ذاتها هي يو كي ليه؟ تقول ليه؟ عشان حاجات عندها علاقه بالمجال بتاعك، حاجات عندها علاقه ببلدك، حاجات عندها علاقه بحاجه انت نفسك تشوفها، الحاجه نفسك تشوفها دي حاول تخليك يعني تخليك فيها ما هزلي، انه مثلا زي ما قلت لكم الكلتشر والحياه زي دي مثلا.
فبي انوفيت يعني بي انوفيتيف، انوفيت حاجات جديده، ما يعني ما يلا تقول نفس الكلام اللي بقوله، فكر بحاجات مختلفه تماما، لانه كل الناس ممكن يكونوا ماشيين بنفس السيكونس ده. طيب الجزئيه الثانيه هي مهمه جدا للجامعات. انت في 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 منحه شيفنينج مفروض تختار 3 جامعات، هتكلم عنها بعدين، لكن عموما في السؤال بتاع واي يو كي ده، ال3 جامعات تمسك باريجراف للجامعه الاولى، باريجراف للجامعه الثانيه، باريجراف للجامعه الثالثه. سوري، فالباراجراف بتاع كل جامعه قول انه ماي فيرست، مثلا انا بقول كلام، مثلا ماي فيرست سيلكشن، مثلا انا كنت كاتبه لهم انه اول خيار بالنسبه لي هي جامعه امبريال كوليدج لندن. ليه انا اخترت جامعه امبريال كوليدج؟ مشيت الويب سايت بتاع امبريال، قعدت يعني زي ما بيقولوا قعدت انكت 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 ادي احساس ان انا فعلا بحثت فعلا عن الجامعه دي. مشيت كلمت لهم عن انه ادير امبريال كوليدج عشان الكورسز بتاعتها كده، الناس كلها تمشي تقول انه عشان الرانكينج بتاعها، عشان هي رقم كده في العالم، فهذه حاجه كويسه، لكن حاول انك تكون يونيك. يعني كل الناس حتفتش عن الرانكينج بتاع الجامعه، وكل الناس حتفتش عن انه السمعه بتاعت الجامعه، انت قول لهم الجامعه، لكن تفتش حاجه ثانيه تكون يونيك. يعني مثلا انا قلت لهم انه انا عايزه امبريال كوليدج عشان هي عندهم سنتر اسمه سنتر كده، انا هاخد منه نولج كده. انا عايزه امبريال كوليدج قلت لهم عشان عندهم الكورس الفلاني فيه، والحته الفلانيه دي هتغطي لي جاب انا محتاجه له، جاب انا محتاجه اني اغطيه. فخليك سبيسيفيك شديد، حاول تفتش في الجامعات دي بصوره دقيقه جدا. يعني انا حتى وصلت لدرجه بتاعت انه انا قلت لهم انا عايزه الجامعه الفلانيه دي عشان العميد بتاع الجامعه الفلانيه ده مستر فلان الفلاني ده اللي هو قاعد حاليا، وتش حتى هو لو خلى الجامعه انا حقدر اصل له. الزول ده ممكن يساعدني في حته انه انا مثلا في بزنس اوبورتيونيتي معينه في بلدي حقدر انه انا اخلقها، حقدر اربط مستر فلان ده بالجامعه دي مثلا. دي يعني خليك سبيسيفيك شديد، لكن ما اللي تعمل كام بقول ده كله، لكن بس بي سبيسيفيك. يعني مثلا انت عايز الجامعه دي ليه بالضبط؟ بنفس الطريقه، الجامعه الاولى، الخيار الثاني، والخيار الثالث. طيب دي بالنسبة، بعد شوية هوريكم التقديم، الاختيار بتاع الجامعات والتقديم بتاع الجامعات بصورة مفصلة تانية، لكن ده بالنسبة للسؤال بتاع why UK. ببساطة بس تسمى بالكلام ده كله ليه UK؟ في الأول هتقول لهم الحتة المتعلقة ببريطانيا كبريطانيا، أرقام، تستعمل أرقام، أنا عايز أقرأ في بريطانيا عشان هي أحسن بلد في ريادة الأعمال، عشان هي أحسن بلد مثلا في الاقتصاد السياسي، عشان وهكذا تقعد تتكلم في الحاجة دي. بعد ذاك تمسك الجزئية الثانية. مستر ياسين عطشت تاني معاك؟ طيب تمسك الجزئية الثانية اللي هي تقول لهم انه الجامعات بتاعتك، ده ببساطة السؤال بتاع واي يو كي. نمشي للسؤال المهم شديد زيه زي السؤال بتاع النتوركينج، كل الأسئلة هي مهمة شديد، اللي هو السؤال بتاع الكارير بلان. طيب في واحد من الناس المميزين جدا اللي انا بعرفهم، كنت براجع على الابلكيشن بتاعه في الفترة اللي فاتت، ابلكيشن ممتاز ممتاز بمعنى كلمة ممتاز. انا لما اتكلم عن يعني عن ابلكيشن، يعني انه كيف تكتب ابلكيشن، انا بجد ما اعرف، انا ما وصلت لدرجة بتاعت ابو بكر مصطفى، فانا حاليا بقول لكم انه في زول اسمه ابو بكر مصطفى ده ممتاز جدا، فانا ما اعرف الناس حتفتشوا بيساعدك في الابلكيشن بصوره مدهشه جدا. فانا حاليا بحاول انه انا ذاتي وانا براجع للناس الابلكيشن حقتها، انه انا يعني استعمل الطريقه بتاعت ابو بكر مصطفى. فالزول ده كاتب ابلكيشن بالمقاييس بتاعت باشمهندس ابو بكر مصطفى، ممتاز، لكن بس كانت مشكلته حاجه واحده، انه ما قادر يتكلم في الكارير بلان. فبقى جايه الكلام انه انا عايز امشي، ولما نرجع حامل وحامل وحامل وحامل. هو فعلا الحياه اللي عايز يعملها حلوه شديد، لكن الطريقه اللي بكتب بيها الكارير بلان للاسف كانت غلط. فاحسن طريقه انك تتكلم في الفيوتشر بلان او الكارير بلان بتاعتك تقسمها لحاجتين بسيطات، شورت تيرم جولز ولونج تيرم جولز، اهداف قصيره المدى واهداف طويله المدى. يعني مثلا في الاهداف قصيره المدى دي، انت فوق قلت لي منها، مثلا انا مثلا فوق في الابلكيشن بتاعي في الليدرشيب قلت لهم انه انا حاليا شغاله في سلعتي، برنامج اسمه سلعتي في وزاره التجاره، وقلت لهم انه انا حاليا شغاله مثلا في البيزنس بتاعي اللي هو اسك مي، وقلت لهم انه انا مثلا شغاله في مبادره بتاعت المجلس الثقافي البريطاني اسمها نو ليبل. فقلت لهم انا شغاله في الثلاث حاجات دي اوريدي، انا كتبت عليهم في قصص فوق وصفت لهم انه انا ليدر بسبب الثلاث حاجات الفوق دي. الشورت تيرم جول بتاعتك حاول تربطه بالحاجات اللي فوق. يعني مثلا قلت لهم انه انا فوق زي ما قلت لكم، قلت لهم انا شغاله في سلعتي مثلا، حاجه تحت حقول لهم انه انا لما امشي بريطانيا واخد النولج والنتورك اللي انا محتاج لها والاكسبيرينس، حاجه اطبق النولج دي في برنامج سلعتي. فمثلا سلعتي لو حاليا بخدم مثلا كذا الف زول، انا بعد ما ارجع من بريطانيا واطبق النولج اللي انا اخذتها، سلعتي حيخدم كذا الف زول، يعني مثلا 100 ألف، مثلا نقول 150 ألف مثلا. تحاول انك تربطه بالكلام اللي قلت في الليدرشيب فوق، الشو الاهداف بتاعتك، يعني تربطه بالليدرشيب والنتورك، الحياه اللي انت اوريدي اشتغال فيها والحياه اللي اوريدي انت قلت عليها في الحته دي. انا بس ما عايزاك تكون مثلا
ما تكون مثلا يعني ما اعرف اقولها كيف، لكن ما تكون درامي شديد. يعني مثلا ما تقول لي انا حاليا بخدم مثلا في البزنس بتاعي مثلا بخدم 6000 زول، لما نمشي بريطانيا واجيك هخدم 6 مليون زول ما تكون ابدا. شاطح. يس بالضبط، ما تكون ايوه شاطح، خليك رياليستيك يعني، ايوه يعني ما خليك منطقي واقعي. انت حاليا بتخدم 6000 زول، لما تمشي في بريطانيا وتجي اكيد ما حتخدم 6 مليون زول، حتخدم 7000 زول. خليك واقعي، لانهم هم دايرين زول واقعي، عارفين هم الناس دي لما بيقروا السي بتاعك بيكونوا عارفين انت بتكذب ولا انت صادق. حاول بقدر ما يمكن انك تكون صادق، ما تحاول انك تكذب، ما تحاول انك تكون شاطح زي ما قال مستر ياسين. خليك يعني خليك واقعي ومنطقي شديد. فقسم اهدافك لشورت تيرم وجول، لونج تيرم جول. الاهداف قصيره المدى خليها سبيسيفيك بالارقام بتاعتها. يعني مثلا انا لما قبل ما امشي بريطانيا هاخدم 6000 زول، او قاعده بعمل في كذا حاجه، لما اجي من بريطانيا حامل كذا. يعني تكون بارقام، تكون حاجه سبيسيفيك. قبل ما امشي بريطانيا كنت شغال في الديبارتمنت بتاع مثلا ديبارتمنت بتاع السياسات الصحيه مثلا في الحكومه، لما اجي راجع من بريطانيا واخد نولج معينه البوزيشن بتاعي حيترفع اكثر، حبقى مثلا تيم ليدر وحقدر افيد البلد بكذا وكذا وكذا. طيب بنجي تاني للجزئيه بتاعت اللونج تيرم جول. اللونج تيرم جول او اهداف طويله المدى ما بتكون سبيسيفيك زي قصيره المدى. قصيره المدى دي بتكون في سنتين او الخمسه او الست سنين الجايات، لكن طويله المدى بتكون على مدى تقريبا من 7 سنين فما فوق. فدي انت مثلا حاول تتكلم عن حاجة هدف لك لقدام. يعني مثلا أنا كداليا شايفة نفسي إنه مثلا بعد كم سنة من السي حكون في ليدنج بوزيشن في الحكومة، يعني حكون في 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 يعني إن شاء الله يا رب أتمنى ذلك. يعني الهدف بتاعي إنه أنا بعد كم سنة حكون في منصب قيادي في الحكومة السودانية مثلا، ده الهدف بتاعي. فقلت لهم ببساطة إنه يا إخواننا اللونج تيرم جول بتاعي I see myself in a leading position في الجفرمنت في السنين الجاية، شايفة نفسي في منصب قيادي في الحكومة في السنين الجاية. فما كنت سبيسيفيك، ما قلت لهم ان انا حبقى وزيره ولا حبقى سفيره، ولا قلت لهم حاجه معينه بالضبط. عشان كده استعملت كلمه جنرال، لانه زول ما عارف لقدام حيحصل شنو، فخليك فيها نوعا ما جنرال وسبيسيفيك في رسالتك. يعني كيف؟ يعني مثلا قول لهم انه مثلا انا كمثال قول لهم حبقى في ليدنج بوزيشن في الحكومه، ما تحدد لهم بالضبط حبقى في شنو. وفي نفس الوقت قول لهم لكن بعد ما اخلص الماستر بتاعي بعد 3 سنين مثلا او 4 سنين همشي اعمل لي بي اتش دي مثلا في مثلا الاكس واي زد، هتخصص في حاجة معينة. فقسم الكارير بلان بتاعتك لشورت تيرم ولونج تيرم جولز. طيب دي بالنسبة للكارير بلان، زي ما قلت لك خليك صادق، خليك واضح، ما تكذب. الستيس الأربعة ديل يا إخواننا هي ما حاجة مستحيلة، لكن ما تكفتوها. دي 4 أسئلة، الأربع أسئلة دي ما حيعينوا ليها بعد ذاك على إنها 4 أسئلة، حيعينوا ليها على إنها إساي كامل ورا بعض. أول خطوة بس تسمى بالكلام ده كله، قربنا، ما تخاف يا إخواننا. أول خطوة طلع الأتشيفمنتس الإنجازات بتاعتك كلها اللي أنت حابب إنك تتكلم عنها في ورقة، خدتها بعيد برا، تمام؟ بعد ذاك أقعد جيب الإسايس الأربع ورصهم قدامك، أعمل لهم برنت أوت كده كلهم مع بعض، وقول انه النقطه دي هاخدها هنا والنقطه دي هاخدها هنا والنقطه دي هاخدها هنا بصوره واضحه ومنظمه. بعدها خش الاسئله الليدر شيب والنتوركينج، جاوبها بالطريقه بتاعت انترودكشن. 3 قصص، القصص ذاتها تكون بالطريقه بتاعت سيتويشن اكشن ريزلت. بعد ذاك السؤالين بتاعين الكارير بلان واي يو كي. الكارير بلان قسمهم للشورت تيرم جولز او اهداف قصيره المدى واهداف طويله المدى، ويتكلم عنه. استعملوا ارقام كثيره، استعملوا احصائيات اللي هي statistics، حاولوا انكم تستعملوا اكبر كميه من الارقام، لكن ما يكون كله ارقام. يعني استعملوا ارقام توضح للناس ده انه انت فاهم انت قاعد تعمل في شنو. طيب خلصنا للسيس يا اخواننا. مستر ياسين عندك اضافه في موضوع السيس ولا؟ كلام ده كلام جميل جدا جدا، يعني ما شاء الله، يعني شرحتيها بصوره، يعني صوره ممتازه جدا جدا، اللي هي يا جماعه في نقطه مهمه جدا، انا داير بس الناس تاخد بال عليها. نحن زي ما قلت لكم يا جماعه، احنا كلنا السودانيين ديل، اي واحد عنده قصه جميله وقصه فريده، تمام؟ فاي زول حابب انه يقدم للمنحه دي يخد القصص دي بطريقه جميله، اللي هي طريقه بتاعت السيناريوهات. اي يعني اي عندك مثلا الليدرشيب، القياده، يعني شنو بتعني لك القياده؟ تمام؟ انت ال الليدرشيب سكيلز بتاعتك شنو؟ كويس؟ يعني طبقتها وين؟ بعد ذلك بتقوم بتديهم امثله، يعني الحته بتاعت السيناريوز دي يا جماعه بقت حتى في الانترفيوز، لما تمشي تعمل لك جوب انترفيوز دائما بحبزوا الحته بتاعت السيناريوز، لانه في السيناريو دي بتوري، يعني بتدي الزول اللي بيعمل لك المقابله ده فكره كبيره عنك، تمام؟ طيب
الحته بتاعت انك ماركتنج يور سيلف اللي هي تسوق نفسك، فدي مهمه جدا جدا. احنا عموما السودانيين عندنا مشكله في الحته بتاعت انك انت بتسوق نفسك دي. ف يعني امسك لك اي سي في او سيره ذاتيه بتاعت واحد سوداني صراحه، يعني مهما يكون يعني عالي، مهما يكون بيكون فيها حته بتاعت انه خجول كده، او في حاجات يا اخي قول الحاجات بتاعتك كلها قولها. يعني ما هي دي الحته اللي انت بتجي، يعني انا مبسوط جدا انه داليا طوالي قالت لنا الحاجات، انا عملت كده انا عملت كده، وفخوره جدا بالحاجات بتاعتها دي. تمام، فهي دي نقطه مهمه جدا جدا. بعدين التاثير، انت لما تيجي تتكلم عن الاربع حاجات دي اللي هي الحته بتاعت الليدرشيب والنتورك، النتورك اللي هي العلاقات، وانك انت ليه اخترت بريطانيا، تمام، والخطه العمليه بتاعتك او خطه العمل بتاعتك، انت لازم يكون في اي واحده فيهم يكون عندك تاثير. تمام، التاثير بتاعك شنو؟ انت مثلا ماشي بريطانيا حتتاثر بشنو وحتاثر شنو، كويس. يعني ما ممكن زي ما قالت داليا، ما ممكن انت مشيت يعني شغال في شركه والشركه الدخل بتاعها مثلا نقول الدخل السنوي 3 مليون دولار، تمام، ما ممكن تقول والله انا لو عملت الماجستير حاجي الدخل بتاعي حيكون 6 مليون دولار، تمام، ده كلام ما منطقي. فطوالي الطلب بتاعك بيستبعد. الهارد ديتا او الارقام، الهارد ديتا دي هي الفيصل، تمام، وزي ما قالت لكم داليا بالعربي دي كانت هنا، كويس. الارقام دي مهمه جدا جدا، يعني انك انت لما تمشي تتكلم عن موضوع جيب فيه ارقام. انت والله مثلا شغال في اللجنه بتاعت الحي، او شغال مثلا بتدي دروس تغويه لطلاب الشهاده السودانيه، طيب بتدي لكم طالب نجحوا من الحاجه دي كم طالب، تمام، ما برضو دي قصه جميله بالمناسبه. الحته بتاعتي يا جماعه عشان انا اخلص بس الجزئيه دي كلها، انت عايز تقدم لدعم مادي. الدعم المادي ده يا جماعه بيشمل القيمه بتاعت الكورس اللي هي الكورس ده لزول الانترناشونال لطالب اللي بيجي من بره ما اقل من 35 الف جنيه استرليني، تمام، اعاشه، تذاكر سفر، بتمشي تحضر مؤتمرات على حسابهم، تمام. الحاجات دي كلها يا جماعه انت عشان تقدر يوفروها لك خلال السنه دي، اقعد في الطلب بتاعك ده ادعم فيه، كويس. يعني هسه انت مثلا عندك المقدره وعندك الشهاده الجامعيه وعندك التخصص اللي انت يعني الرغبه في التخصص اللي انت بتحلم به، تمام، يلا اقعد في الواطه وابحث، اعمل الابليكيشن بتاعك ده حاجه تكون قويه وتقنعه، تمام. اتفضلي داليا. شكرا. طيب حاليا احنا كده اتكلمنا على جزئية تحت السيس، وصراحة احنا كنا متوقعين ان اللايف مدة يكون ساعة، لكن صراحة حنحاول بس نمشي سريع في الحياة الجاية دي. في حتة تحت الريفرنس لتر اللي هي او خطابات تحت التوصية. طيب شفني بتطلب منك انه خطابين بتاع التوصية. في الجزئية بتاعت خطابات التوصية دي أنا بفضل تماما إنه أنتوا تختاروا مثلا زول أكاديمي، زول درسك في الجامعة، وزول معاك في الشغل في التطوع في أي حاجة. يعني مثلا أنا بالنسبة لي اخترت أكتر زول بتعرفني اللي هي في جامعتنا، عميدة كليتنا كانت درستني سمستر، وهي عارفاني إنه أنا زولة كويسة، وأنا عارفة إنه هي عندها السكيلز إنها تكتب بصورة ممتازة شديد. فطوالي مشيت لها يا دكتورة وفاء فيصل اكتبي عني اديني ريكومنديشن ليتر عشان أنا أرفعها مع الشغل، توضح لها انه انت ناشفني ده دايرين شنو. يعني مثلا تمشي للعميد بتاعكم او زول درسك البروف، يكون يفضل انه يكون زول معروف، تمشي له تقول له انه مثلا انا بقدم في منحه شبنينج، وهي بتفتش عن ليدر، بتفتش في زول عنده سترونج كوميونيكيشن سكيلز، بتفتش في زول عنده سترونج نتوركينج سكيلز، فاكتب عني الساي، فاكتب معلش اكتب عني توصيه. فاختار زول اكاديمي واختار زول في الشغل. فانا بالنسبه لي خياراتي كانت من الجامعه ومن الشغل كان باشمهندس ابو بكر مصطفى. يعني تو بي اونست بصراحه انا يعني انا عرفت نفسي عن طريق الريكومنديشن ليتر اللي هو كاتب عني. يعني انا ما كنت جايه نفسي كويسه الا بعد ما قريت الكلام اللي ابو بكر مصطفى كان كاتبه عني، حتى بعد ذاك عرفت انه انا كويسه لاي درجه. فاختاروا زول يكون عارف انه يكتب عنكم بالصوره الصح، لانه هم بياخذوها يعني بياخذوها بعين الاعتبار بصوره يعني مبهره جدا. فاختار زول حيكتب عنك بطريقه صح. عندكم مستر ياسين، اي زول بيعرف مستر ياسين طوال يجري له ويقول لك تدي ريكومنديشن ليتر. بعدين هو ذاته مستر ياسين زول شغال في UCL وبتاع، فهو حيكون معروف عند الخواجات ديل. فاستعد يا مستر ياسين. فدي بالنسبه للريفرنس. ما في اي مشكله بكل سرور، يعني بالذات شوفوا انا صراحه
اي زول مثلا عندنا شغالين في مبادره الباحثين الشباب زي احمد داوود والشباب شغالين معانا في مبادره الباحثين السودانيين ديل، انا طوالي بعمل لهم ريفرنس تمام. واي زول جادي يعني بحس به جادي، يعني انا صراحه ما قاعد اكتب ريفرنس لاي زول، لانه يعني دي ما في النهايه دي شهاده تمام. ما صح ممكن انا زول ما بعرفه اقول والله يا اخي انا بعرف داليا دي وداليا دي رهيبه وبتعمل كده وبتعمل كده وبتعمل كده، لا لا كده انا يعني بضر نفسي وبضرها يعني. بالضبط لكن الشغل التطوعي يا جماعه مهم جدا، الشغل التطوعي محسوب يعني. هنا في انا دي شهاده بقولها في اي حته يا جماعه، انا الشغل التطوعي عن طريقه لقيت شغل يعني رهيب جدا هنا في بريطانيا. عن طريق الشغل التطوعي اخذت الجنسيه ما انا ما كنت مستحقها تمام. فده عن طريق الشغل التطوعي. العمل التطوعي يا جماعه احنا عندنا في مبادره الباحثين السودانيين فاتحين مجال كبير جدا جدا، وكل المبادره قائمه على التطوع. اي زول بيجي بيشتغل معانا ال 2800 ساعه دي طوالي بنكتب له الخطاب بتاع التوصيه، دكتور انور، انا، احمد الحاج، بروف عبد الباسط مريود، يعني الناس كلهم الماسكين، البروف سعاد بدري، الناس الماسكين المبادره دي كلهم بيكتبوا لكم الخطابات بتاعت التوصيه. لكن عندنا ستاندرد، عشان تيجي تشتغل معانا عندنا ستاندرد، وممكن هيثم واحمد داود عارفين الستاندرد بتاع مبادره الباحثين السودانيين. فمهم جدا الحته بتاعت التوصيه يا جماعه تمشي تتكلم مع الشخص. اول حاجه تمشي تكلمه تقول له والله يا اخي انا دايرك تعمل لي توصيه للمنحه بتاعت شيفنينج، توريه الموقع وتوريه، لانه هم ذاتهم محددين الحته دي، محددين اظن يا داليا انه الزول المفروض يعمل لك التوصيه، انه يس المفروض صح يكتب عنك في النقاط التاليه، يعني مجهزين بالضبط الحاجه دي يس تمام. صح هيثم متأشر دار تقول حاجه؟ تفضل. بس ده اقول يعني انا واحد من الناس ذات الدكتور ياسين ده قال لي ريفرنس، انا كتبت ريفرنس ووصلت مرحله الانترفيو، وانا ما اعرف في شيفينج بيعملوا الحاجه دي ولا لا، لكن في الانترفيو من ضمن الحاجات اللي ذكروها الحاجات اللي كتبها يعني، انا كان عندي تو ريفرنس، واحد من امريكا واحد من بريطانيا اللي هو دكتور ياسين. ففي الانترفيو سالوني من حق الدكتور ياسين، فكان ياسين ده دور شاطر في الريفرنس، انا من حسي اديكم انا ما المعلومه. عندي مشكله زي ما قلت لكم، اي زول يجي يعمل في مبادره يشتغل في مبادره الباحثين طوالي بديه ريفرنس يعني زي ما شيق على بياض يعني. دي شهاده ليك، دي شهاده لياسين يا اخوان، انا حسي الله عليكم. يديك العافيه محظوظين يا اخوان والله بجد، الناس اللي حتتطوع دي حيكونوا محظوظين جدا، فدي واحده من الادد فاليو بالنسبه لكم، انه يعني ما اعرف، لكن انا بالنسبه لي كداليا كون انه انا دخلت في كوميونتي توصلني مثلا لمستر ياسين، مستر هيثم، دي انا بالنسبه لي صراحه ناس باخذاهم اس قدوه، فدي بالنسبه لي انا لو كنت مثلا عارفه انه كيف الزول يتطوع في الباحثين السودانيين من بدري كانت اخذت الفرصه يطوالي، فبجد مستر ياسين شكرا شديد على الحياه دي، شكرا مستر هيثم. طيب الريفرنس زي ما قلت لكم حاول انه يكون ريفرنس اكاديمي من الجامعه وريفرنس من الشغل بتاعك. نجي للجامعات ذاتها، طيب في حته الجامعات دي بس انا حمر عليها سريع. طيب شيفلينج بيقول لك اختار 3 جامعات او مش 3 جامعات، يا اما تختار 3 تخصصات من نفس الجامعه، يعني حقرا مثلا بزنس، حقرا مثلا اقتصاد، حقرا مثلا حاجه ثانيه، المهم يكونوا قريبات من بعض، يكونوا في جامعه يو سي ال مثلا، يكونوا كلهم مع بعض في نفس الجامعه، او تختار 3 تخصصات في 3 جامعات مختلفه، يعني مثلا يعني مثلا بزنس واقتصاد ومثلا رياده اعمال يكونوا في 3 جامعات مختلفه، أو مثلا ممكن يكونوا نفس التخصص في جامعات مختلفة، تمام؟ فعندك 3 خيارات. طيب حاليا في المرحلة الأولى ناشفني بيقول لك لو عندك أوفر ارفعه، لو ما عندك أوفر اتس أوكي okay. سواء كان كونديشنال، كونديشنال ده اللي هو الأوفر المشروط، أو ما أعرف أقول كلمة أوفر بالعربي كيف، اللي هي القبول المشروط. القبول المشروط ده بيقول لك إنه مثلا إنه إحنا أنت رسلت لنا السي في بتاعك كويس، والليترز حقتك التوصيات بتاعتك كويسه، واي حاجه انت ممتاز جدا، لكن ما امتحنت امتحان الانجليزي، فبقول لك يا زول احنا جبناك، لكن لما تمتحن لنا امتحان الانجليزي الايلتس او الدولينجو او وات ايفر، حتى بعد ذاك احنا بنقبلك، نديك قبول غير مشروط. لو حصلت على القبول الغير مشروط ده خلاص معناته هم ما دير منك اي حاجه، بس تعلينا بعد ده. نعم، دي حتة فحاليا معلش، دي حتة مهمة جدا جدا، لأنه بيجينا فيها أسئلة كثيرة جدا. طيب يا داليا، لما ايوه نزول يقدم الطلب بتاع للمنحة يا جماعة، الطلب، لأنه المنحة يعني ما جامعة، المنحة دي منظمة قائمة بذاتها، اللي هي دي تابعة لوزارة الخارجية البريطانية تمام، قائمة بذاتها. حتى الانترفيوهات بعدين بتكون في السفارات، بتكون في السفارة البريطانية في بلدك. طيب أنا قدمت للمنحة، هل انه مفروض يكون عندي قبول جامعي
ولا لا؟ طيب أول حاجة، أنا لحد ما قدمت للمنحة، لحد ما دخلت الانترفيو، لا كنت قدمت للجامعة ولا شفت الجامعة دي ذات عشان، بس اخترت الجامعات وخديتهم حرفيا يعني إخواننا. يعني أنا اتضغطت في الفترة الأخيرة دي، ما قدمت لأي جامعة، الجامعات دي قدمت لهم صراحة، وتشز دي حاجة غلط. يعني أنا ما بنصح الناس إنها تعمل الحاجة دي. أنا الجامعات يا إخواننا قدمت لهم بعد الانترفيو، وتشز الحاجة دي غلط، غلطة كبيرة شديدة. أنا أسأل مستر ياسين ده كان حاضر معايا الدراما بتاعت الجامعة، ادتني الأوفر ودراما، ويعني أنا كنت بتصل على مستر ياسين ببكي بقول له يا مستر الضبط، ياسين أهم حاجة الضبط. فبالضبط انا كنت بضرب له ببكي ببكي له، بقول له يا مستر نعم. ياسين انا اخذت من حتشبنك لكن ما اخذت قبول الجامعه، وببكي ودراما كده كانت. يعني الحمد لله ايام الله لا يعيدها تاني. نعم. فانت في الفتره الاولى دي ما بيسالوك، يعني رفعت لهم اوفر ما مشكله، ما رفعت لهم اوفر ما مشكله، ولا حتى بتاثر على التقييم بتاعك. يعني ما تقلق انه انا لو ما رفعتها ما حيشيلوني ابدا، ما عندك اوفر ما ترفعه، لكن بس حدد لهم الجامعات بتاعتك. يلا نعم. المشكله بتبقى وين؟ المشكله بتبدا تبقى انه مثلا انا لو قلت لهم ديريجرافي جامعه امبريال كوليدج وساسكس ويو سي ال مثلا، اخترت الثلاثه جامعات اللي ديريجرافيهم، اول ما يقبلوك لمرحله الانترفيو بتخش الانترفيو بيسالوك بيقول لك انت عايز تغير الجامعات بتاعتك ولا لا؟ لو قلت لهم لا تاني خلاص ما بتقدر تغير جامعتك كله كله، لو ما اخذت ولا عرض من جامعه او قبول من جامعه المنحه بتطير عليك لو اخذتها. فخليك حكيم في اختيارك بتاع الجامعات، اقعد شوف الشروط تحت الجامعه، الكورس اقراهم بصوره مطمئنه شديد، واخد بعد ما تقدم المنحه في الفتره بين انه ينادوك للانترفيو بين انه تقدم الابلكيشن اللي هي دي قريب لشهر 11 و12، قريب لثلاثه او اربع شهور، اقعد شوف الجامعات لو عايز تغير في الانترفيو قول لهم اغير، لانه بعد الانترفيو تاني ما في اي تغيير. تمام؟ فحته الجامعات دي صراحه 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 من الحته الممكن انا بالنسبه لي تاخرت في التقديم بتاع الجامعه، فكانت بالنسبه لي هدك كبير شديد، فكنت معانيه منها جدا. فالجامعات اختاروها بصوره كويسه، يعني انا بنصح الناس ما تقول يعني ما تدش تقول مثلا جامعه حقرا في يو سي ال وامبريال كوليدج ومثلا جامعه مانشستر مثلا، ما تختار جامعات كل الثلاثه جامعات يكونوا رهيبات، اختار جامعه ممتازه شديد، جامعه في النص، وجامعه عاديه. يعني مثلا اختار اكس اللي هي الرانكينج بتاع مثلا ثلاثه في العالم ولا ثلاثه في UK، اختار الجامعه مثلا ثانيه تكون في ال 50 جامعات في العالم، اختار جامعه تكون في الميتينات ال 170ات والحدود دي. فحاول عشان لو ما جاك قبول في ولا جامعه ما تحس بانه انت حتضيع عليك المنحه عشان قبول، فشوف جامعه كويسه شديد، متوسطه، عاديه. طبعا ما في حاجه اسمها جامعه ضعيفه، لانه الجامعات في بريطانيا كلهم ممتازات جدا. يعني الكواليتي بتاعت التعليم، انا طبعا لسه ما سافرت وان شاء الله يا رب الامور تمشي على خير، لكن بيز على الحياه كنت بقراها انه ما في يو كي جامعه كعبه، كل الجامعات في بريطانيا ممتازات جدا. ده ما يتعلق بالجامعه. طيب، سؤال قبل ما تمشي للنقطة بتاعتك. ايوه اللغة، اوكي هل ممتاز. اللغة مطلوبة في الـ يعني انك انت مثلا، انا لما نجي اقدم الطلب للمنحة، هل انه مفروض اكون نجحت في الايلتس او في الديولينجو او في الـ يعني الـ الامتحانات بتاعت اللغة دي، ولا ما ضروري؟ طيب من السنين اللي فاتت، يعني من السنة بتاعت كورونا، ما كانوا في المنحة بيطلبوا منك امتحان بتاع ايلتس او امتحان بتاع دولينجو، وما بيسألوك من الحاجة دي. فانت ممكن تقدم لشبنينج في يعني بيس على السنين بتاعتنا، بنقدم من غير اي دولينجو ولا اي ايلتس ولا اي حاجة، لكن هتضطر انه كده كده تمتحن، لانه انت الجامعه شيفنينج، حتى لو شيفنينج ما طلبت منك انك تمتحن امتحان انجليزي، الجامعه بتجبرك انك تمتحن امتحان انجليزي، نعم. فلازم تمتحن امتحان انجليزي. فانا بتذكر انا الاكسبيرينس بتاعت في امتحان انجليزي دي كان فيها جوطه شويه، لانه كان مفروض امتحن الايلتس، لانه الجامعه كانت طالبه تقريبا 7.5 او 8، فالوقت ذاك الايلتس كان قافل، وانا ذاتي صراحه كنت مهمله ومستهتره جدا. انا تعلمت من الاكسبيرينس دي كثير، كنت مهمله ومستهتره جدا، قلت الايلتس سهل ويوم يومين واظبط اموري وبحجز بكره، يعني كنت مستهتره جدا. فكتبت فيني كتمه شديده، فبقيت ببكي لناس الجامعه وبحنسهم يا اخواننا انا ما حقدر امتحن امتحان الايلتس، بدي امتحن امتحان دولينجو. فانا كنت محظوظه انه كانت الجامعه وافقت، حتى بعد ذاك نزلت في الشروط بتاعتهم انه كم زول طلبوا منها امتحان دولينجو، فبقى في امتحان دولينجو. فحتمتحن حتمتحن، لو شفني ما سالتك من الامتحان بتاع الدولينجو الجامعه حتسالك منه، فما في نعم خيار، حتمتحن يعني حتمتحن. فيلا انا في نعم الحته دي يعني بحاول انه انا بلاحظ انه احنا كسودانيين دايما لما تيجي منحه طوالي بنشوف الانجليزي، شرط الانجليزي، شرط الايلتس، نعم شرط الدولينجو، شرط التوفل. يا اخواننا يعني انت لو عايز حاجه معينه ما تخلي الشرط بتاع الانجليزي يكون عائق بالنسبه لك. يعني نعم امتحن، يعني هسه حاليا احنا في شهر 10 او شهر 11،
امتحن امتحان ايلتس او امتحان دولينجو. معظم الجامعات في بريطانيا بقت تقبل دولينجو. الدولينجو بتقدر تمتحنه مرتين في الشهر مثلا، امتحن مرتين الشهر ده ومرتين الشهر الجاي ومرتين الشهر اللي بعديه لحد ما تجيب لك سكور بالضبط، ما حتخسر حاجه. ومثلا يعني مثلا الناس اللي ما عندها قروش للايلتس ممكن تمتحن الدولينجو كله ب 50 دولار. فيا اخواننا انتوا لو عندكم هدف معين عايزين توصلوا له، ما تصلوا العوائق بنفسكم، لانه الحاجه دي ما عاد لانه انت تكون زول كويس شديد وعندك انجازات كويسه شديد وما تقدم عشان بس الانجليزي. الحياه دي ما منطقيه. يعني امتحي نفسي واسقط جيب درجه كعب وجيب فايف وجيب اي حاجه، اتس اوكي ما مشكله، لكن امتحي تاني. يعني ما من اول سنه او ما من اول اكسبيرينس خلاص انت حتجيب الدرجه. فكرر ما مشكله، انت لو خدت الحياه دي اس جول بالنسبه لك كرر الامتحان مره مرتين 10 ما20 تنسى، 100 فرق. في سوري للمقاطعه، في حاجه مهمه جدا، انت حتيجي تقرا في بريطانيا، حتقرا باللغه الانجليزيه، حتقعد في بلد الكلام كله باللغه الانجليزيه، يعني فبديهي انك انت تمتحن. بس نقطه واحده، في اخونا محمد حسن في الفيسبوك قال انا قدمت السنه قبل اللي فاتت واترفض طلبي، هل اقدم بنفس المعلومات؟ لا طبعا، نفس المعلومات دي اصلا لو كانت يعني قوية كان ما طلبك ما اترفض، فلازم تغير المعلومات دي. إذا أنا فهمت السؤال بتاعك صحيح، الزول درس جامعة باللغة الإنجليزية مسبقا، الذي ما يعني أحمد بليلة، لا الامتحان بتاع اللغة الإنجليزية مهم جدا جدا، تمام، الآيلس أو الدولينجو مهم جدا، لأنه ده أي زول قرا في السودان في جامعة في السودان عايز يجي يدرس في بريطانيا لازم يكون عنده المتطلبات بتاعت اللغة، ومتطلبات اللغة دي زي ما قالت داليا الآيلتس أو الدولينجو، تمام؟ يلا يا مستر ياسين في الحتة دي اتفضلي. بس في إضافة صغيرة. في جامعات مثلا، يعني مثلا جامعة الأحفاد وجامعة مأمون حميدة هم من الجامعات اللي في عدد كبير من المنح معترفين إنه ممكن يعفوهم من شرط الإنجليزي. يعني تقريبا المنحة السويدية بطلاب مأمون حميدة ممكن يقدموها من غير ما يمتحنوا الإنجليزي لأن هم أوريدي بيقدروا بالإنجليزي. ففي جامعات ممكن الناس بس تركز في الحتة دي في إنه هل الجامعة بتقبل الحاجة دي ولا لا. فحتى يا مستر ياسين إمبريال كوليدج، أنا لما مثلا الامتحان بتاعي جات شديد وبقيت ما عارفة أمتحن 200، كانوا قالوا لي اللي أنت تكوني قارية جامعة 100% بالانجليزي، which is السودان والخرطوم وديل ما بالانجليزي. فالاحفاد وابو الحميده عندهم امل شويه نوعا ما. تمام، دي معلومة كويسة جدا. طيب انت عشان تتأكد من الحاجات دي يا جماعة في الموقع، بس خلينا نعمل شير للموقع داليا حاضر قبل ما، اوكي طيب خلوني بس نعمل شير سكرين للموقع بتاع المنحة ذاته. طيب يا جماعة لو شايفين الشاشة ظهرت عندكم، شايفين يا دكتور؟ طيب ده يا جماعة ده الموقع بتاع المنحة ذاته. الموقع ده بالمناسبة موقع جميل جميل، يعني أنا من أروع المواقع المرد علي. أول حاجة المعلومات فيه مختصرة جدا جدا، أي زول عنده حبة لغة إنجليزية ممكن يشيل الـ الكلام من هنا ويمشي يترجمه في أي مترجم، واضح جدا جدا، تمام؟ طيب أنت لما تجي تقدم يا جماعة في حتة هنا بتخط البلد بتاعك، تمام؟ اللي هي مثلا شوف أبلاي، ده هنا الحتة اللي أنت بتقدم فيها، بتقوم بتختار الدولة بتاعتك، تمام؟ قول اخترت السودان، طبعا في دول كثيرة جدا داخلين في المنحة دي اللي هي السودان وجنوب السودان، اخترت السودان، تمام؟ انت عايز، عندهم طبعا نوعين يا جماعة، عندهم الاسكولرشيب، تمام؟ وعندهم الفيلوشيب. نحن الليلة بنتكلم عن الاسكولرشيب اللي هي المنحة الجامعية لدراسة الماجستير، اكرر تاني لان السؤال ده جانا كثير جدا. طيب لما تعمل كده بتقوم بتجيك طوالي المتطلبات انك انت في السودان، كويس؟ انك انت محتاج لشنو؟ اول حاجه انه الابلكيشن عندك، الابلكيشن فاتح لحد يوم 2 نوفمبر 2021، يعني لحد يوم 2 شهر 11 انت عندك يوم 2 شهر 11 2021 الساعه 12 بالليل بتوقيت بريطانيا، انت ستيل عندك الفرصه انك تقدم، تمام؟ يعني ما تمشي تقدم بعد اسبوع بعد اسبوعين، اتاكد تماما انه والله يا اخي الطلب بتاعك ده انا هقدمه، حينادوني للمقابله، تمام؟ طيب هنا مدينك المعلومات المطلوبه شنو؟ كويس؟ الاوراق المطلوبه، الجامعات، تمام؟
الابلكيشن جايدنس اللي هي انك انت الطلب بتاعك ده ذاته محتاج لشنو، زي ما قالت داليا اللي هي ريفرنسز اللي هي خطابات التوصيه، المقابله تكون كيف، تمام. فكل شيء موجود هنا في الموقع. نحن الليله هنا في اللايف ده يا جماعه بس اديناكم الخلاصه وجبنا لكم داليا لان هي قدمت اجتازت التجربه بنجاح ما شاء الله تبارك الله، عشان كده نحن جبناها لكم وتتكلم لكم عن المنحه. حاجه اخيره قبل ما تحول ادي المايك لداليا، طيب الفورم ده يا جماعه ده في المنحه ذات، يعني في الموقع بتاع المنحه، يعني الريبورت ده انا يعني لي يومين قاعد فيه ومعجب به جدا جدا. اول حاجه 22 صفحه لكن اي كلمه فيه بتعني حاجه، تمام. الطريقه بتاعت الالوان بتاعته، الطريقه بتاعت اختيار الصور، العاملين بريزنت للحاجه بتاعتهم، حاجه رهيبه جدا جدا. يلا الطلب بتاعكم المفروض يكون بنفس يعني ما يكون بنفس الكواليتي لكن يكون قريب من الكواليتي زي دي، تمام. شوف الناس دي كاتبين شنو، اول حاجه كاتبين اللي هي الفوروردز اللي هي المقدمه، الايم كويس، 35 سنه الناس دي شغالين، تمام. بعد ذاك بيجوا بيتكلموا عن السكولر اكسبيرينس اللي هم الناس اللي درسوا في اللي اخذوا المنحه دي، تمام. بعد ذاك بيتكلموا عن التاثير شنو المطلوب منك شنو، وهم اثروا على العالم بشنو بالمنحه بتاعتهم دي. خلوني بس سريع كده امشي لكم على حاجه حته مهمه جدا جدا عشان اوريكم انه المنحه دي بدات سنه، طبعا زي ما قلت لكم قبل، سنه 83، تمام. وما شاء الله مواصله ودهنا ال 35 سنه من التاثير. شوف شوف النازل خدتوا الحاجه دي بصوره جميله كيف واضحه جدا، يعني السنين مع الانجازات بتاعتهم روعه، يعني يعني دوله ما ممكن تعمل لها ريبورت بالجمال ده، تمام. طيب نجي للطلبه الدرسوا قبل كده في حته كده بس عجبتني شديد. شوفوا ده يا جماعه رئيس كوستاريكا، رئيس كوستاريكا ده من الناس اللي قروا الجامعه بتاعتهم الماجستير عن طريق المنحه بتاعت شيفنينج، تمام. بقى بعد ما يتخرج رجع بلده وبقى رئيس لكوستاريكا، تمام. طيب ديل الناس مثلا عندك ايسلاند، جمهوريه ايسلاند رئيس الوزراء بتاعها من 2013 ل 2016 اللي هو ده الاسم بتاعه يا جماعه، الراجل ده من الناس اللي اخذوا المنحه، تمام. عندك مثلا الرئيس بتاع ايسلاند سنه 2016 من الناس اللي اخذوا المنحه، تمام. عندك بولند، الرئيس البولندي سنه من 2004 ل 2005 برضه خريج من المنحه. جورجيا الرئيس بتاع من 2008 ل 2009 رئيس الوزراء بتاع من المنحه، تمام. عندك بلغاريا رئيس الوزراء بتاع من 2005 ل 2009 خريج من المنحه. عندك البوسنه الرئيس المناوب، تمام، 2016 2017 من المنحه، وهكذا يا جماعه. عشان كده نحن ان شاء الله باذن الله يا جماعه في النكست 5 ييرز، تمام، عايزين السهم ده يكون في السودان، يعني داليا والشباب اللي ما شاء الله اللي معاها دايرين واحد منهم يا جماعه يخطوا لنا السهم بتاعه، يقول والله زول ده وصل المرحله بتاعت انه بقى رئيس للسودان او بقى برايم مينستر للسودان. اتفضل يا داليا. والله مستر ياسين نتمنى ذلك، يعني نتمنى انه مثلا احنا كشباب يكون عندنا بوزيشنز في الحكومه او عموما في اي قطاع خاص او حكومي. فانا حاليا غطيت كل البوينتس اللي انا عايزه اغطيها، فاي ثينك انه فكره كويسه انه احنا طوال يا مستر ياسين ممكن نمشي على الكيو ان اي، فحاليا تمام. ما عندي بوينتس ثانيه زياده. طيب يا جماعة شكرا جزيلا، نشكرك يا داليا، ونفتح الباب للأسئلة الناس اللي معانا في الزوم. أي زول عنده مشاركة عنده مداخلة يرفع يده، أي زول عندنا في الفيسبوك عايز. طيب في سؤال بيقول لك لو ممكن برضه تتكلم عن الحتة بتاعت التخصصات، في منح بيفضلوا أو بيدعموا تخصصات معينة بالنسبة للمنحة الشيفرينج، هل ينطبق؟ أنا بقول لك لا ما بينطبق. داليا طيب ما أعرف من الحياة اللي ممكن تكون مميزة في السنة بتاعتنا دي، إحنا زي 11 أو 12 شاب وشابة
في تنوع بصورة مبالغ فيها. يعني مثلا ممكن السنة اللي فاتت انه معظم التخصصات كانت تخصصات طبية، لانه ببساطة كانت الفترة بتاعت كورونا، وكان يعني كان الوقت ده كانت ترند اللي هي الميديكال فيلد. لكن حاليا في ناس، احنا السنة دي ناس من بزنس، ناس من جيولوجيا بترول، ناس من تخصصات بتاعت سوفت وير، ناس بتاعين داتا سيكيورتي وداتا ساينس. يعني في تنوع بصورة مبالغ فيه السنة دي كان. وحتى ايفن من ناحية بتاعت الدايفرسيتي بتاعت جندر، السنة صراحة يعني ياسين البنات كتار، يعني احنا تقريبا 9 بنات و3 اولاد حاجه زي دي، او 10 بنات و3 اولاد. فيا اخوانا معليش في الحته دي، فما في تخصصات مجتهدات مجتهدات اجتهاد. صراحه صراحه شديد. ايوه ففي تنوع كبير في التخصصات. انت بس الفكره، هم بغض النظر عن انت بدك تقرا شنو، توريهم انت دي الحاجه اللي بتقرا دي حتفيد بها البلد كيف، وانه الحاجه اللي بتقرا دي حاجه مهمه لاي درجه. فاي تخصص بيقدر انه يقدم المنحه دي، ولو كان الاساي والانترفيو بتاعتك كانت قويه، اضمن تماما انه حيشيلوك في الحته دي. فما في تخصص معين. طيب في طيب في واحدة اسمها رينات بتقول أنا كطالبة جاية من السعودية، هل بيطلب إني أختبر القدرات والتحصيل؟ لا 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 ابدا ابدا، مش في النهايه يا رينات انت سودانيه وحتقدمي من السودان، ما في اي هناي، مش قريتي الجامعه بتاعتك وعندك شهاده بتاعت الجامعه، ما بيطلب منك اي حاجه، بس سودانيه حتقدمي من السودان، والإساي نعم والانترفيوز بتاعتك كويسه بس. نعم وأي سوداني مقيم في أي بلد، إلا تكون بس عندك إقامة في بريطانيا ما بتستحق، لكن أي سوداني مقيم في أي دولة ثانية في العالم من حقه إنه يقدم. تمام. طيب قبل ما نمشي لخلود معانا هنا في الزوم، ندب تقول لك ممكن يا داليا تتكلم لنا أكثر عن امتحان الدولينجو؟ حاضر، هختصر لك دولينجو. ممكن نعمل لنا عادي اليوم من الايام لايف عن دولينجو. امتحان دولينجو هو صراحه امتحان جديد. انا بالنسبه لي كنت بعاني من دولينجو شديد، لانه ما في ريسورسز. يعني مثلا الايلتس في كميه كثيره بتاعت ريسورسز. امتحان دولينجو هو بيقيس زي الايلتس، بيقيس 4 قدرات: السمع والكلام والليسننج والسبيكنج واللانجوج بتاعتك ككتاب الرايتنج، وبيقيس برضو الفوكابلريز بتاعتك. فهو مده الامتحان ساعه واحده، وبتمتحنيها اونلاين. الامتحان بتاعك ده بيكون اونلاين، لكن بيكون مرهق بصوره مبالغ فيها. ومستر ياسين عارف الحاجه دي. انا لما كان الديدلاين بتاعي بتاع الجامعه بتاعتي بريا اللي فاضل له يومين، ناس دولينجو امتحنت ورسولي قال لي يا داليا معلش الامتحان بتاعك ما سيرتيفايد، لانه انت كسري من الثانيه عينتي بالرشاش. يعني انا كسري من الثانيه عملت كده لو ليه الامتحان. فالامتحان سعره $50، عايزك تكون قاعده في مكان هادي شديد، وعايز انه انت يعني تحضر له كويس. اذا الناس بتستهتر بامتحان دولينجو، وانا بالنسبه لي دولينجو كان اصعب من الايل صراحه. ففي موقع اسمه هيدويك، الامتحان بتاع الدولينجو بصوره كبيره شديد بيجيك من الموقع ده. انا ما المفروض اقول المعلومه دي، انا اسفه، لكن لما كل ما تعمل براكتس في الموقع اللي اسمه هيدويك ده، كل ما الامتحان بتاعك بيكون احسن شديد، والسكور اللي انت بتجيبها كويسه شديد. يعني انا بتذكر جبت 135. ال 135 دي صراحه كانت عباره عن براكتس في الموقع اللي اسمه هيدويك ده. فامتحان دولينجو هو ما صعب، لكن بس ما في له ريسورسز كثيره. فمدته ساعه زي ما قلت، وب $50 بتقدر تمتحن مرتين في الشهر. فمن يوم الليله مثلا عايز تمتحن، يعني تقدم لي من حتشبني، من يوم الليله عندك مرتين في الشهر. الشهر تمتحن مرتين، الشهر الجاي تمتحن مرتين، لحد ما تجيب السكور اللي انت عايزه. فما صعب، لكن بس دي وقت بتاع بريبريشن. نعم. في أم لين بتقول هل يشترط شهادة بكالوريوس؟ نعم يشترط. طيب طيب بالنسبة للشغل، الشغل يا ابتهال حتى لو تطوعي، حتى لو جيت اتطوعتي معانا هنا في مبادرة الباحثين السودانيين وكملتي ل 2800 ساعة طوالي، بنديك جواب. وبالمناسبة يا جماعة، في حاجة أنا كنت من قبل كاتبة ومفروض أذكرها، المحاضرات بتاعت الليدر شيب يا جماعة بروف علام اللي هي وليه التحايا والتقدير، عامل محاضرات جميلة جدا عن الليدر شيب، عن القيادة. فأمشوا الصفحة بتاعته تمام، وشوفوا شوفوا المحاضرات العاملة، محاضرات جميلة جدا جدا، وما شاء الله يعني راجل يعني غني عن التعريف، لكن طريقته في الشرح يعني حاجة ما يعني ما عادية، يعني جميلة جدا وبسط لك الأشياء وكده يعني. فأي زول داري يعرف أكثر عن الليدرشيب يمشي الصفحة بتاعت بروف علام. تمام. طيب برضو ناس بروف علام يا جماعة فاتحين اليومين ديل شغل تطوعي اللي هي في منظمة التنمية المستدامة العالمية، فبرضو لو مشيتوا ليها بهناك عندهم شغل تطوعي، وبرضو دي كمان ديل أقوى من مبادرة الباحثين، لأنه مسجلين مع اليونايتد نيشن
كمنظمة في التنمية المستدامة، وعندهم مؤتمرات وعندهم ريسورسز، يعني برضو من الجهات اللي ممكن الناس تمشي تشتغل فيها. شغلك في الحي برضو ما تستهين بيه، وشغلك في الحي في مساعدة الناس، الحاجات دي كلها يا جماعة مقبولة جدا، وكمان دي بتعزز الليدرشيب سكيلز بتاعتك في الطلب يعني. تمام. طيب في موسى صديق بيقول انا عندي قبول من جامعة ساسكس السنة اللي فاتت وما اتقبلت في المنحة، لما الجامعة راسلتني عشان ابدا للتسجيل قلت لهم انه كنت معتمد على تمويل المنحة فطلبت منهم تأجيل لسبتمبر السنة الجاية ووافقوا. بالنسبة للسنة دي مفروض أرفع الأوفر في موقع المنحة ولا أقدم من جديد للجامعة؟ لا لا، بس يعني طوالي ترفع، يعني طوالي ترفع الاوفر اللي انت جاك ده ترفعه، وتش دي حاجه كويسه ممتازه جدا. ارفع الاوفر بتاعك، لكن شوف السيس تحتك المشاكل كانت فيها شنو وحاول يصلحها، لكن الاوفر بتاع السنه اللي فاتت ممكن تستعمله عادي. نعم، في مهند برير بيقول الموقع بتاع دولينجو اسمه هيدوي. هيدويك، انا بس هكتب لكم اسمه حاليا، هكتب هيدوي لك اسمه كويس، انا اصلا. هكتب لكم، هكتب لكم في هكتب في الشات. طيب طيب الناس يا جماعه ما حضروا اللايف من البدايه ممكن يرجعوا لللايف، يعني ما في مشكله. طيب جدا تطور معانا طوالي، راسلينا في الراسليني انا راسلي احمد داوود هيثم دكتور انور طوالي يعني عندنا التطوع مفتوح يعني جدا طوالي. اي زول عايز يتطوع معانا يا جماعه طوالي وريني راسل لي الحاجه الداري يتطوع او هو الباك جراوند بتاعه شنو، وان شاء الله نديه فرصه بتاعت انه يتطوع معانا ما في اي مشكله. طيب نعم، منظمه التنميه المستدامه دي بتاعت ناس بروف علام. طيب كويس يا ياسر، هنفتح الابليكيشن بعد شوية. اوكي. طيب هل يتحصل المتقدم على الرد في حال القبول أو عدمه؟ يا داليا يس اي واحده من حياة في منحه شيبلينج انه بوروك انت اتقبلت ولا لا. في منح تانية بيقبلوا الناس وما بيردوا على اللي متقبلوا، فدي واحده من حياتك كويسه، لكن ما بيوروك الديتيلز او التفاصيل بتاعت انت ما اتقبلت ليه، فبس بيقول لك انت ما اتقبلت وحاول تقدم السنه الجايه. نعم. في هند بتقول في حاجة مهمة، أنا قريت في موقع المنحة إنه واحدة من مشاكل المقالات دي اللي هي الإيسيز اللي اتكلمت عنها داليا اللي هي الليدرشيب والنتورك ويو كي والكارير بلان، بتقول واحدة من المشاكل إنه الناس بتذكر أمثلة قديمة بالنسبة للتطوع من الثانوي مثلا. معناتها هل لو كتبت أمثلة من تطوع من قبل سنتين يعتبر مثال ضعيف؟ طيب انا ما اعرف دي من وجهة نظري الشخصية. يا هند، هي يحبس انه انت يعني تتكلم عن حاجة حاصلة هسي او حاجة حاصلة قريبة، يعني حاجة تكون نوعا ما فريش، لكن لو ما عندك امثلة حاليا قاعدة فريش فتشي حياتك القديمة، لكن لو قعدت تفكر هتلاقي انه انت حاليا في الفترة الحالية ممكن تكوني بتعملي في حاجات احسن من الاكسبيرينس بتاعتك القديمة، لكن ديفينتلي اتس اوكي، بس حاولي تصيغيها بصورة صح. طيب تمام. في إلهام شريف بتقول الشهادات القديمة بيقبلوها يا داليا؟ الشهادة القديمة دي يعني شو يعني؟ ما فهمت يا مستر ياسين. أنا ذاتي ما في، يعني إنه زول يتخرج قبل كم سنة يعني مثلا، هم ما عندهم ليميتس ما في عندهم ليميت الراي، للعمر. نعم ما فما عندهم ليميت. ما فيها مشكلة، نعم ما يعني طيب ما ممكن أشوف الحياة دي بصورة أوسع، لكن ما أعتقد. تمام جدا. طيب في واحد بيقول معلش ما حضرت اللايف من البدايه، انا طالبه، دي طالبه في السنه الاخيره واخر سيمستر غالبا بخلص شهر 11، هل بقدر بقدم بالترانسكريبت بتاع السنه السيمسترات اللي فاتت؟ تخيلي هل الحاجة دي سؤال؟ انت يا دوب اتخرجتي من، يعني يا دوب حتخرجي من الجامعة، هتتخرج هل شهر عندك 11 الworking هتتخرج. experience؟ يلا اوكي الخبرة بتاعت الشغل، هي بدأ بينا حيتخرج، هل الworking experience حيكون عامل كيف؟ فهي it depends. فأنا to be honest يا مستر ياسين ما أعرف السيناريو ده بالضبط، لكن بس ممكن تعمل لي لايك في الكومنت بتاعنا أسأل وأوريها. جدا. طيب هل التقدير في البكالوريوس مهم؟ نعم مهم جدا، مهم جدا، لأنه بشيء لحد الدرجة الثانية، فمهم جدا التقدير. تمام جدا. برضو الحاجة دي يا جماعة موجودة في الموقع، لما تمشي تختاروا في الموقع وتكتب مثلا سودان وتختار السكولرشيب بيجيك المعلومات كلها المفروض انت تقدمها كطالب من السودان. هل يشترط ان القبول السنة دي مثلا 2020 للجامعات عشان اقدم في المنحة لذات السنة؟ ما يعني ما فهمت انا السؤال يا أنا ساعتي ما إلهام، فهمته. ممكن تكتبيه تاني لو سمحتي.
انا عندي قبول مشروط من جامعة ومحتاج فندرز، هل اقدم على؟ ممكن جدا. القبول له شهر وصالح لحد شهر 12. لا، هم الناس الدارين يبدوا الدراسة بتاعتهم في سبتمبر 2022. تمام، 22. ايوه. طيب لو طالبة امتحنت ولسه ما نزلت، ما عارف حاجة عن التطوع، ممكن تشرح لنا التطوع ده؟ تعالوا لنا طوالي في مبادرة الباحثين السودانيين. اللايف حيكون في المبادرة موجود، وفي صفحتي وفي صفحة داليا، وحنخطه في اليوتيوب، ما في مشكلة. طيب آية عمر بتقول امتحان الإنجليزي يكون قبل الابليكيشن في المنحة ولا لا؟ عادي، ممكن يكون في بعد الابليكيشن وقبل الانترفيو. داليا شرحت الحتة دي بإسهاب، إنه ممكن أنت في النهاية الامتحان ده لازم تعمله، لازم تعمله، تمام؟ فكل ما عملته بدري بيكون أحسن. طيب يا داليا، ده سؤال مهم ايوه جدا. عنده فاليديتي الدولينجو مثلا؟ بيقول لك مثلا تكون ممتحنه في اللاست 3 مانس ولا كده؟ يس، الدولينجو بنفس الطريقه بتاعت الايلتس، بيقول لك عايزينه يكون فاليد لمده سنتين، هو بيكون سنتين زي الايلتس واحد. اوكي، سنتين، اوكي، ما في مشكلة. يس طيب معناه كل ما الزول امتحنه بدري بيكون أحسن يعني. احسن بالظبط كده. المنحة للماستر بس يا ياسر، للماجستير ما للدكتوراه. طيب هل محددين تقدير معين للبكالوريوس؟ نعم. قلت شنو هو؟ جيد ولا الدرجة الثانية الدرجة الثانية؟ أقل حاجة. طيب كيف نحصل على القبول من جامعة معينة قبل التقديم لمنحة؟ يا خالصة دي بتمشي تقدمي طوالي، تمشي الموقع بتاع الجامعة. أول حاجة فتش التخصص بتاعك، مثلا أنا دار أقرأ ماجستير بتاع مانجمنت، بكتب ماجستير مانجمنت يو كي، بيجيب لك كل الجامعات اللي بتعمل ماجستير بتاع اداره يعني، تمام؟ وبتبدي تراسلي الجامعه وطوالي هم بيتراسلوا معاك. حاجه مهمه جدا يا جماعه، لما تقدم للجامعه او تقدم لمنحه، الايميل بتاعك ما تفقده. دي من الحاجات كثيره جدا اللي بتواجهها الناس، يعني انك انت مثلا الايميل بتاعك عملت لك ايميل بس قدمت له للمنحه وبعدك نسيت الايميل، تمام؟ لانه نحن الثقافه بتاعت انك تتعامل بالايميل دي لسه الناس بعيدين منها شويه، فانت بتنزل الايميل بعد شويه هم بيرسلوا لك، وممكن تضيع عليك فرصه، وضاعت فرص كثيره يعني. الدرجه الثانيه دي بتعادل اي تقدير. جيد، أنا ما عارفة والله، ما عندي فكرة في الحتة خليه دي. جيد، تخليه جيد. انا ما برضو ما عارف الجامعات السودانيه. طيب المشكله في الجامعات، نعم جيد جيد لا، يا أحمد دكتور. قال جيد جدا. احمد جيد، احمد ده استاذ جامعي في السودان، فالإجابة عنده قال معناه جيد. طيب المشكله في الجامعات والمنح عموما، اذا اترفضت ما بتعرف سبب الرفض الا بتفحص ومعان وزراء. اوكي. طيب ده تعليق. طيب صراحه انا قابلني الموضوع ده كتير وما فهمت، ممكن اراسلكم خاص واعرف المطلوبات بالضبط، لاني فتحت اللايف هسه. مطلوبات لشنو؟ للمنحة. المنحة اللايف ده كله عن المنحة، يعني من البداية اتكلمنا عن، دينا مقدمة عن المنحة، وداليا شرحت انه الناس تقدم كيف. لو عندي ماستر تاني الافضل اقول لهم عندي ماستر بس عايز اعمل ماستر في تخصص تاني؟ والله يا اخي انا من خبرتي ما احسن ازول ما يذكره. والله which is دي واحدة من الحياة اللي بالنسبة لي صراحة كانت تريكي، لأنه already أنا كنت عاملة ماستر which is ما أعرف الحياة دي هي صح ولا ما صح يا مستر ياسين، أو هي ethical ولا، لكن أنا ما ذكرت الحاجة دي لأنه أنا already عاملة ماستر قبل كده. اوكي. الدرجة الثانية دي جيد ولا جيد جدا؟ الدرجة الثانية باشمهندس احمد قال جيد، احمد استاذ جامعي في السودان، فقال الدرجة يلا يا الثانية. دكتور، هي بترجع للجامعة برضو. الجامعة يعني انت ذاتك الجامعة بدها تقدم لها عندها شروطها، ما المنحة بس، المنحة شروط الدرجة الثانية جيد، لكن الجامعات في كل الجامعات اللي حصلها جيد جدا. يعني انت نعم، ذاتك ما بتطلع عين للمنحة بس، لا بتعاين للمنحة والجامعة التقدير اوكي، الدارين. اتمنى انه الاجابه بتاعت احمد تكون سمعتها كويس يعني. طيب معليش، بالنسبه للتقدير الدرجه الثانيه، القسم الاول والثاني ولا القسم الاول بس؟ الثانية القسم الثاني برضو ممكن second اوكي، اللي هي 2.2 فينا في 2.2 يوكي. اي طيب طيب هل عشان اقدم هسع لازم قبولي في الجامعات البريطانيه يكون لسنه 2022؟ لانه شهر 9 حاليا القبول فاتح لشهر 9. ايوه نعم، لازم القبول، يعني ما بالضروره زي ما قالت داليا، ما بالضروره انت تكون قدمت عندك قبول، تمام؟ لكن يفضل، عشان انت لما تكتب في الابلكيشن بتاعك انه والله يا اخي انا دي الجامعه بتاعتي وكده يعني، تمام؟ لكن ما شرط اساسي. طيب
للتصحيح بالنسبة للدرجة الثانية هي قسمين. أوكي شكرا جزيلا. هل لو اتخرجت من السنة الرابعة بدل الخامسة هل من الجامعة هل ممكن تقبل؟ داليا السؤال ده يعني مثلا الناس تكون تخصصها 4 جامعات بدل 5 جامعات، ولا فهمته صح؟ يعني بدون اونر شيب ولا شنو دي؟ ما انا ما قادر، السؤال لا ده لا دايما ما فرقت، بيلاقيني ما... ما طيب فرقت، لأنه أصلا في جامعات بتكون 4 سنين عادي، فما فرقت. نعم. طيب سريع، الناس اللي بيسالوا يا جماعه من الابلكيشن قبل ما قبل ما نختم. طيب الابلكيشن يا جماعه، اول حاجه انت لازم تكون مسجل، يعني لازم تبدا الابلكيشن هو زي ما انتم شايفين. بعد ذاك تاني بتختار البلد اللي هو السودان. تخلي الزول لازم يكون مسجل مش كده في عامل ريجستر اكاونت يا داليا؟ ايوه المفروض تعمل اكونت صح. طيب خلينا نشوف انه اللي بيحصل شنو. دي السودان، الحاجات كلها المطلوبة من السودان، دي كل الحاجات المطلوبة منك تمام، اللي هي الكورسز اللي انت قريته، الشروط تكون مستوفي للشروط، خطابات التوصية، والخبرة العملية. الخبرة العملية دي مهمة جدا جدا. طيب طيب ده الابلكيشن. ياسر اول حاجه تخليه بيكون لازم تسجل تمام. فانا ما عندي مشكله لو اي واحد منكم سجل وعايز انه نمر معاه في الابلكيشن، لانه الابلكيشن كده ما حد الحاجات ما حتكون لنا ظاهره، فانا ما عندي مانع نكون يوم بالمسا فاضيين، يجي نخش معاه في الزوم ونشرح له الابلكيشن بالتفصيل يعني. او واحد يكون اوريدي مسجل يجي يفتح لنا الابلكيشن بتاعه ونمر عليه كل الاسئله تمام. ممتاز. طيب ماجستير بس يا جماعه المنحه. طيب لو عندي بكالوريوس حقي مثلا علوم حاسوب وقدمت لي ام بي اي حتكون؟ لا ام بي اي ما داخل مش كده؟ ما داخل اي ان بي ما في. ايوه الام بي اي ده، ما الام بي اي ده ما حاجه ليزول يعني اوريدي شغال وكده، فما بي يعني ما رخيص، عشان كده ما بتتلاقي له منحه يعني. طيب يا جماعة هيثم مايسة أحمد في أي زول؟ انا والله ما انا ما عندي تعليق. ما شاء الله انت وداليا ما قصرتوا ووفيتوا وكفيتوا، بعد الناس تجتهد. لكن انا والله بس بيستغل السانحة دي انه يا اخوانا الناس خلاص المنحة دي داليا اتقبلت وهتمشي، وفي مجموعة من الشباب ما شاء الله انا بعرف منهم برضو مجموعة ما شاء الله مجموعة، لكن هم ما مشوا المنحة دي عشان بس مثلا حس حاليا هم اجتهدوا في اخر ايام، لكن ده مسلسل بتاع حياتهم. الناس ديل عاشوا حياتهم، عندهم حاجه معينه، عندهم اثر بيشغالين عليه، وده السبب ان هم ينجحوا. وانت حاسس عندك السنه لحد السنه الجايه لازم تشتغل على نفسك. يا اخوانا الشباب السودان ده شباب ما شاء الله هم عطاء، وعنده القدره انه هو يعمل حاجات كثيره. بس زي ما ذكر الدالي وذكر ياسين عنده المشكله بتاعت ان هو يروض لنفسه. انت محتاجين يعني، انا لاحظتها في تعاملي مع الشباب السوداني ان هم عندهم مشكله في السوفت سكيلز. انت بقدر ما انت ركزت انك تنمي مهاراتك الاكاديميه ومهاراتك العلميه، لازم تنمي مهاراتك في السوفت سكيلز. كيف تكتب ايميل ده بالمناسبه ده تريك، كيف يعني حسي الكلام بتاع الشيفلينج ده عباره عن لايف ستايل. انت لما تقدم للشغل دي الحاجات المطلوبه، لما تقدم ايميل دي الحاجات المطلوبه، لو ده تقدم كمتطوع في المنظمات الكبيره اللي هي تطوع لكن بتاخد عليها قروش مطلوبه من الحياه دي، فهي لايف ستايل. انت كيف تعبر عن نفسك؟ انت لما تيجي تقدم للشغل بتحتاج الكفر ليتر، الكفر ليتر دي الحاجه اللي هو بيرسونال ستمنت، كيف تعبر عن نفسك في السي في بتاعتك. فالناس تجتهد انه يا اخي من اللحظه دي يعتبر توبينج بوينت. انا يا اخي حضرت اللايف، عرفت حاجات كثيره، ده يكون الاسلوب بتاع حياتي. انت فكر في نفسك زي ما احنا بنقول في رياده الاعمال، المايند سيت بتاعتك انك انت تفكر في نفسك انك انت عندك فاليو. الفاليو ده مقصود به القيمه والقيم، انت بتقدم للناس شنو؟ انت القيم اللي انت بتدعو لها هي شنو؟ في النهايه بتفكر الامباكت اللي انت بتخلقه على الناس حوالين شنو؟ ممكن ما تفكر في المجتمع السودان ككل، لكن بتفكر في المجتمع الصغير بتاعك، الحي، المجموعه اللي انت بتقرا معاهم، المجموعه اللي انت شغال معاهم. حكايه انك انت تخلق اثر هتيجي تلقى نهايته بعد سنه انك انت اتقبلت في المنحه بتاعت شيفيني. نعم لما تتطور في انك انت تعرف كيف تستخدم النتورك بتاعتك، كيف تظهر مهاراتك القياديه،
انت في النهايه بتتقبل في المنحه بتاعت سفينك، عندكم سنه كامله ان شاء الله اللايف السنه الجايه زي دي. نحن نسمع انه زي ما قالت داليا مثلا عدد كان بسيط، السنه دي السنه الجايه يكون اكبر من كده بكثير. ليه؟ لانك انت بديت البدايه الصح. وهي حكت عن تجربتها والاخطاء اللي وقعت فيها، وذكرت اسماء ساعدوا الناس، الناس اكتبوها ارجعوا لهم فتشوا عنهم. خلي ده المجتمع اللي حواليك، انت لما تدخل الفيسبوك ادخل الفيسبوك عشان تتعلم حاجات جديده، كيف انك تطور من نفسك. اوعى تفكر انك انت عايز تمرق للمنحه دي بس عشان تطلع من السودان، انت هنا وقعت في الدروب. انت لازم تفكر الامباكت بتاعي شنو، انا والله ماشي لكن لما ارجع هعمل شنو، الاثر انا هخلقه شنو في السوشيال ميديا في ارض الواقع في كده، انا هخلق اثر وين. لكن يلا ما انت فكرت انك تطلع انت زي الاثك اللي كده انت غشيت المنحه، انا والله يا اخي هم ما سالوك اسئله كثيره، انت عارف هم انت ماشي وترجع لانك انت تخلق اثر. اتمنى الناس تستفيد من نصائح دكتور ياسين وداليا ويعملوا بيها، والسنه الجايه نسمع عن حاجات كثيره. وزي ما قال دكتور ياسين باب التطور مفتوح في الباحثين وفي حاجات كثيره ما شاء الله. السودان ده الناس ممكن يكون يعني اختلاف المسمى، يعني في ناس عارف انه هو نفير، لكن النفير البسيط ده هو عباره عن تطور وعنده قيمه كبيره جدا جدا. نعم. وشكرا لكم يا داليا وياسين. يديك العافيه يا هيثم يا اخي، يديك العافيه. طيب في سؤال بيقول من موسى، بيقول هل هناك طريقه توضح عدد المقاعد المتوفره للسودانيين؟ والله يا مستر ياسين الحاجه دي ما عندي ليها فكره، ما عندي فكره صراحه في الموضوع ده. تخليه ما هم ذاتهم ما بيحدد، تخليه بعدين بعد يشوفوا يعني يشوفوا النتيجه النهائيه وبعدك على ضوء يحددوا، لانه الموضوع برضه مشروط بالميزانيه نعم، ومشروط برضه بالميزانيه وكده. المره دي يعني سمعنا انه بوريس جونسون اللي هو رئيس الوزراء البريطاني قطع من الدعم الخارجي، الدعم الخارجي ده جزء منه بيمشي للمنح بتاعت زي نعم. طيب في لميز بتقول انا السنه اللي فاتت كنت شورت ليستد في الانترفيو، لو عايز اقدم تاني تقترحوا اغير في الاي سي بتاعي ولا اخليها زي ما هي؟ طيب هو مبدئيا لميز دي من الناس الممتازين جدا، احنا كنا مع بعض بنعمل الانترفيوز بتاعتنا سوا، فانترفيو بتاعه ممتاز جدا. فيا لميز اي ريكومند انه ممكن الاساي بتاعك ده ذاته، لانه هو كونك مش طبيعي للانترفيو، انا بتذكر شغلك اصلا، ممكن بس نعدل فيه حاجات بسيطه يعني، نضيف فيه الحاجات اللي انت عملتها في السنه دي وقدم بيه، وبس خليني اقعد معك في الانترفيو يعني، ان شاء الله لما تدخل الانترفيو المره الجايه خليني اقعد معك ثاني اكثر. نعم تمام جدا. طيب يا جماعه تخلينا احنا ما عندنا حاجه تاني. احمد عندك حاجه دار تضيفها؟ الناس اللي معانا في الزوم يا جماعه، ما في زول، لو في اي زول عنده عايز يشارك عنده مداخله مرحب بيه يرفع لنا. والله السلام عليكم. وعليكم السلام احمد، تفضل. اول حاجه هي مش مشاركه، هي شكر والله يا جماعه لانه اللي بيقدم مجهود عظيم يعني صراحه بجد بجد. انا واحد من الناس طبعا قاعد مستمع عشان انا استفيد لنفسي شخصيا اول حاجه. بجد انا استفدت شديد، قدرت الاقي لايفات كثير جدا عن منحه شيبنين مختلفه تماما من ناس برضو اتحصل عليها، لكن كانوا بتحس انك دائما في الحياه ما جايك، لكن صراحه انا سعيد جدا زي ما بقول انه القدر يعني العلم ما رزق يا جماعه، انا كان من الرزق بتاعي انا حضرت اللايف ده. فشكرا لك يا داليا، شكرا لك بالشديد يا دكتور ياسين، وهو بس ما سؤال، هو بس شكرا لكم. الله يديك العافية يا أحمد يا أخي، لديك أنت زادك من الناس اللي بتقدم يعني شغل عظيم جدا لمبادرة الباحثين وللناس اللي في السودان وكده، فالحاجات دي كلها يا أحمد أنت لو اتضمنتها في الابليكيشن بتاعك السنة الجاية إن شاء الله بتتقبل يعني، تجي مع ناس داليا ديل تعمل داليا ديل، لأنه ما حد داليا دي ما حترجع يعني حقيقي. لا لا والله راجع يعني راجع شهيد ان شاء الله. لو ادوك فرصه بتاع دكتوره حتبعدي والله حتمشي. والله يا مستر ياسين عموما كاخلاقيات تحت المنحه ذاتها، انت قالوا لك انك ترجع بعد سنتين يعني ترجع مده سنتين في البلد ووقعت على الحياه دي، فلازم انت تعمل الحياه دي، فلازم ارجع السنتين للبلد دي بعد ذاك الزول اشوف حيعمل شنو. يا دكتور ياسين داليا ما كتبت قبل البوست بتاع قبل الحضور بتاع كتبت وابتلينا بحب هذا البلد. اي يعني والله ابتلينا جدا. والله كلنا يعني اسد ذاته ما رجع، احنا لو ما بنحب البلد ما بنعمل له الحاجات دي يعني. يديكم العافيه يا جماعه. في اي مداخله الناس اللي معانا في الزوم، لو في مداخله ارفعوا يدكم عشان نديكم عشان نفتح لكم المايك. انور ما عندك سيف وقاعد. ايوه تفضل دكتور انور موجود هو؟ ايوه عزمي فرحاتك. طيب احمد انا نسيت اعمل اميوت كيف ذاته. طيب ايوه يا اعمل اميوت من عندك يا عزمي.
اوكي، السلام عليكم، مساء الخير عليكم. انا بس حابب اشكر الدكتور ياسين وداليا والدكتور انور على الشغل الجميل ده. انا في جامعة اداب في سنة خامسة، السمستر الاخير، وان شاء الله من بداية من هنا حابدأ اشتغل على الموضوع ده ان شاء الله. السنة الجاية اقدم إن شاء الله. ان شاء الله. اذا احتجت اي مساعدة هتواصل طوالي معاهم. طوالي إن شاء الله، طوالي ان شاء الله باذن الله. طبعا داني دي لما تجي ان شاء الله تبدا حتدينا في كل شهر تدينا زي 4 يوم كده تشتغلينا في الطلبات تمام، كلام الجامعيه. جميل. هكون متابع ممتاز معاكم والله، ان زيادة شاء في الله. الصفحة في الفيس إن شاء الله. ان ان شاء شاء الله الله. باذن الله. مرحبا بك الله دكتور انور، يسلمك. اتفضل يا دكتور. يا سلام دكتور انور، كيف حالك؟ السلام عليكم داليا، ما شاء الله عليك. يعني انا دكتور انور ده من الناس المعجبين جدا جدا الله جدا جدا. يعطيك الصحة والعافية، أنا معجب بيك جدا وفخور بيك والله. والله احنا يعني الفخورين بك يا دكتور انور. الله يديك الصحة والعافية. شكرا لك يا حبيبنا ياسين على الجهد الكبير، يعني لايف رائع وممتاز. أنا طبعا بصراحة الليلة أول مرة أعرف المعلومة بتاعت إنه ديولينجو بقى من الاحتمال الامتحانات المعتمدة كلغة، هنا امتحانات اللغة المعتمدة دي معلومة مهمة جدا وممتازة. ويا ريت يا داليا لو قمت عملت لنا سيشن اندبندنت كده في ممتاز. الموضوع ده، هاي لانه يعني حاجه كويسه جدا جدا الناس تعرفها وتتعلمها. يعني ممتاز جدا، الحاجه جلست الثانيه مع مستر ياسين. هاي المبسوط بيها جدا جدا انك يعني برضه يار جيفين باك. يعني احنا عندنا تجربه صراحه ما كانت بليزنت، ما ظريفه، في موضوع الاتشيفنج سكولرز، الناس اللي اتخرجوا قبل كده. يعني فيهم ناس كانوا معانا كانوا مشرفين في الباحثين السودانيين فيهم كده، لكن بعد ذاك ما بتعرف انقطعوا بيجوا، يعني ما بمواصلين. يعني حتى في مجموعه، بالمناسبه مجموعه فرعيه من الباحثين السودانيين مخصصه للمنحه دي تحديدا. النقطه الثالثه الدار اذكرها انه بالنسبه للتطوع، يعني هي ثقافه التطوع ضعيفه عندنا في السودان. يعني لو جيتي مسكت اي زول في الكارير بتاعه، عدد الساعات اللي بتطوعها يعني بروفيشنالي يقدم هو زول قادر وفاهم وكده، ما حاجه راندم، بتلقاها قليلة جدا جدا. ولو نحن اشتغلنا، يعني الشباب اشتغلوا كلهم في حاجات كثيرة بتتحلى وبتتحسن. يعني فعندنا مبادرة، يعني احنا بالنسبة للشاب لسه قبل شوية الداخل، معلش انا نسيت اسمه، في سنة خامسة ده، عزمي. عندنا عزمي، نعم. عندنا نحن واحدة من البروجيكتس اللي ما اشتغلت لحد هسه في الباحثين السودانيين، ومستعدين نشغيلها لو بقى في عدد كافي من الشباب في الجامعات المختلفة. عندنا مبادرة اسمها أو بروجكت اسمه ستودنت امباسادور، يعني زول حتكون انت عبارة عن سفير الباحثين السودانيين في الجامعة بتاعتك ذاتها. تعرف الناس بالباحثين السودانيين، لو في منحة دراسية ولا حاجة توري الناس، يعني توريهم انه في سيشن زي دي يا اخواننا، التيفينينج فاتحة وفي الليلة لايف عن التيفينينج، الناس تكون عارفة. ليه؟ لو احنا بنفتكر في الباحثين السودانيين، لو في أي منحة للسودانيين وفي ناس مؤهلين لها وما عرفوا بها، ده بيعتبر فشل بالنسبه لنا. افترض انه اي زول مؤهل الا يقول هو ما داير، لكن ما عارف، دي مشكله تقصير مننا نحن، الاعلام بتاعنا ضعيف. فبالتالي ده انه فعل برنامج السيوزن امباسادور ده، فالشباب ممكن يشتغلوا فيه، حيستفيدوا ديفينتلي، حيستفيدوا فوائد كبيره جدا من تعليم لبحث علمي لخدمه مجتمع لغيره. فممكن الشباب يشتغلوا فيها، ودي ممكن الناس تحسبه بساعات العمل يعني. نعم، فشكرا جزيلا لكم، والله يجزيكم خير. والله يا دكتور انور كلامك الاخير بتاع بجد، احنا حاسس احنا عندنا في كم منظمه حاسس احنا شغالين. اول حاجه انا بركز الحته بتاعت الامباسادور دي يكون في الجامعات السودانيه. فوالله مين حاسس المفروض طوالي العمل يفتح باب التطوع ليه، لناس تحديدا ناس يشتغلوا على الشغل بتاع الماركتينج، لانه محتاجين نروج له ونبدا عليه. يعني حاسس طوالي نكفل اللايف ده، الناس تبدا تركز في الموضوع بتاع الامباسادور لانه مهم. انا صراحه بالنسبه لي اول مره اعرف، لكن بروجكت بروبوزل كانت الرغبه فيه، طوالي نحييه من جديد ونشتغل عليه از بروجكت. انا قلت له طبعا احنا طبعا يا هيثم، احنا ما بنطرح مشروع لو ما في ليدر له. ايوه، فانت لو داير تو ليد البروجكت ده، البروجكت بروبوزل كاملا موجود، يعني التصور بتاعه. لا لا لا، انا طوالي بمسكه، لانه انا اصلا واحده من الحاجات، انا قبل في منظمه لكني شغال على نطاق قاعد الخرطوم اسمها نيكست، بتحاول توري الناس. يعني احنا حنصل الشباب ديل في الحته بتاعت السكولرشيب والدراسه، وفي الحته بتاعت السوفت سكيلز اللي هم مستخدمينها، فده حيكون دور الامباسادور ان شاء الله.
فما مش كانت ندرس الموضوع ده، لكن الموضوع لازم يحيى، لازم ما في دراسة، بنعلن طوالي انت البروجكت عندك وطوالي بنبدا ان شاء الله نفتح ان شاء الله الابلكيشن. بكره شكرا ان جزيلا شاء لك الله. رب. عايز نرفع شكرا يده وانت كذلك. اللي عنده مداخله. احنا كهربتنا متوقع انها تقطع بعد شوية، فانا خايفة انه اللايف يطلع احنا يطلع خلاص مني مني. بس اخر حاجه ندي لعزمي وبنختم يعني ان شاء الله. تفضل يا تمام عزمي. عزمي سامعني كويس؟ نعم سامعينك. طيب بس دكتور انور، انا ممكن اتواصل معك كيف للمبادره دي؟ انا طالب في جامعه السودان هندسه ميكانيكا المستوى الخامس. طيب احنا بنفتح ابلكيشن فورم، لكن انا ممكن ترسل لي رساله في الخاص، او ممكن تعلق في البوست ذاته بتاع اللايف ده، وانا الفولو اب من هناك، ما في مشكله. اوكي تمام، ما في مشكله. يديك العافيه، موفق ان شاء الله. الله يسلمك، شكرا جزيلا. يديك العافيه دكتور انور. ودكتور انور ده طبعا قدوتنا، وهو يعني الحاجات دائما بنفتخر بها يعني. واخونا فيديك الكبير. العافية يا دكتور، وشكرا لك كثير على اخونا الكبير. نعم ايوه. طيب داليا، قبل ما نختم، انت اخذوك وين في ورينا مادتينا، وريتينا الكورس بتاعك اللي اخذوك فيه وين؟ طيب انا كان قدمت الكورس بتاعي في امبريال كوليدج لندن، which is يعني حاليا هي الجامعه بقت رقم 7 في العالم. الكورس بتاعي متخصص في المانجمنت والانتربرينورشيب والانوفيشن، و to be honest I'm planning انه الريسيرشز بتاعتي تكون متعلقه بانه احنا كيف ممكن نربط الاقتصاد بالمجال بتاع رياده الاعمال، فدي ميلي الحاجه اللي مركزه فيها. فلو زول عنده انترست قدام انه يقدم لامبريال كوليدج، انا ممكن to support him شيء في الحاجه ده، وهو في الحاجه دي. نعم ويلكم ان ذا كلوب يا داليا. طبعا انا شغال على مستوى افريقيا. ما شاء الله. لو كتبناه هنا ان شاء الله الدفتر ده هحتفظ به، وبعد سنه وان شاء الله السنه الجايه تكون انت. اتمنى. لانه نحن حاسس محاولاتنا بنحاول نغير في الاندكس بتاع انه الاقتصاد في افريقيا، انه المعايير اللي هم بيستخدموها لاقتصاد المعرفه مختلفه في الايكونوميك ديفلوبمنت، فاحنا بنحاول يس انه في افريقيا، لكن التغيير بيجي من رياده الاعمال والابتكار. ياسين عارف بالضبط. الكلام ده والله. ويلكم ان ذا كلاب، بيجينا اثنين. والله اوعى تقول لي الكهرباء عندنا انقطعت ولا شنو ناس داري ده. وقف، ماما اوكي بربط معلش، دي ماما بتضرب اوكي تمام خلاص. بعدين التليفون نحن حقطع ذاته انتهينا، عامل زيرو اسم اللحظة دي. طبعا نحن زاز انتهينا يعني. ان طيب شاء الله. ثانك ان شاء الله. طيب يا جماعه، نحن يعني نيابه عن مبادره الباحثين السودانيين يعني بنكيل يعني معابير الشكر لداليا، وانها ادتنا من وقتها الثمين، وهي اللي قاعده من الصباح في المكتب عشان الحته بتاعت انه الكهرباء ما تقطع وكده، وكانت يعني محاضره قيمه جدا جدا. اللايف ده ان شاء الله هيكون متاح للجميع، ويا جماعه انشروا اللايف ده بقدر الامكان، لانه ممكن تغيروا بيه حياه انسان يعني. ممكن زول يكون ما عنده فكره عن المنحه دي، يسمع اللايف ده كده بمزاج يبدا يقدم يعني. ونحن زي ما قلنا لكم في مبادره الباحثين السودانيين جاهزين لاي مساعده، لاي زول عايز ينجح، لاي زول عايز يمشي لقدام، فنحن بقدر المستطاع بنستفيد منه. يعني هسه انا شخصيا استفدت كثير جدا الليله من المحاضره دي، ومعانا برضو هيثم، احمد داوود، والشباب الطيبه دول كلهم جاهزين انه يساعدوا الناس. في الختام يا جماعه، يعني انت لازم عشان تكون شخص ناجح في حياتك، اول حاجه لازم تشتغل على نفسك. عشان تشتغل لنفسك لازم تتغرب من الناس اللي عندهم الخبره في المجال، وعندهم يعني ما بالضروره يكون عنده خبره في المجال، لكن يمكن تتغرب لك من زول انه يفيدك في كيف انك انت تضبط نفسك، كيف انك تكتب الايميلات بصوره صحيحه، كيف انك انت تخاطب يعني ما شاء الله يعني برضو الببليك سبيكنج. الحياه دي كلها يا جماعه مهمه جدا جدا، بالذات نحن بنتكلم يا جماعه الكلام ده للشباب يعني. ممكن زول كبير او زول يعني يشوف انه الكلام بتاعي ده كلام ما مظبوط، لكن احنا الكلام ده بنوجهه للناس الشباب وللناس اللي يا دوب دخلوا الجامعات وخلصوا الجامعات ودارين يطلعوا في حياتهم. ونتمنى لهم كل التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.